مهم في الاورال اكتر من الاورال كتير قوي. الشخص ده كمان مهم جدا جدا. هي في مواضيع معينه انا عليها خدناها في اماكن ثانيه قبل كده. في حاجات مش هنسمعها غير هنا، هنسمع عليها شويه زياده. مليان اسئله اورال زي ما اتفقنا، اسئله بيت الامتحان الشابتر ده. وليها حاجه خاصه لان عملنا كميه اصابات في الايام كتير جدا من بعد 2011. فاحنا الحالات دي اي شخص ديلينج بالتخصص كلينيك كان بيشوف حالات من مرض او من مشكله كتير، فعلى باله دايما محضر ذهنه فيسال فيها في الاولى ليسال فيها في الرادر. ده غير اهميه الموضوع طبعا. طبعا كلنا نعرف ان العين عليها حاجز او عليها حارس او الحقيقة هو مش حارس واحد، هم حراس كتير جدا. يعني لو انت سألت اي حد ايه اللي يحيي العين هتلاقي عندنا كذا حاجة. نمبر 1 كده عايزين ريموت عشان هادي عندنا حاجة اسمها نيكو اللي هو ريفلكس، يعني انت اي حاجة بتغير عن حياتك انت ممكن تستخدمها عن طريق انك تتحرك رقبتك. عندك كمان الاورج اللي عايشة فيه العين، الديزاين بتاعه بيكون الاورج الاورج ذا مارجنز تحت العين، لانها في الحقيقه عشان الاورج تنفض العين لازم يكون حجمه صغير، لان لو حجمه كبير هيسبايك الاظن مش هياخد العين نفسها. كمان ورا العين في لتر واتر فات في الاورج، فانا كميه كبيره جدا من الفات، الفات ده بيمتص الصدمات، فلما العين يعني تسترايك بونز بتخبط في الفات اللي هو فيري سوفت ده. لا بالعكس، لا بنضحك عليه ده معقول. ايوه مشكله؟ كمان عندك الايليتس بتفتح وتقفل على العين، فانت ممكن تغمض عينك لو انت حاسس بمشكله. عندك كمان اللاش والرموش بتمسك حاجات كتيره جدا بارتكلز ممكن تخبط في العين. عندك كمان التير فيلم، واحنا اتفقنا التير فيلم ده فيه انزايمز كمان بتدور في اورجانيزمز كتيره جدا بتحمي الكون او بتحمي العين. عندك كمان السيبل جوه العين بتكنترول اماونت اوف لايت، لان احنا هنعرف دلوقتي انواع تروماس كتير جدا، مش بس تروما يعني حاجه تخبط العين. عندك في لان تروما يعني حاجه هتصدم العين وتقع بره، ودي اول نقطه ما هنتكلم عليها. عندك كالكوليتنج تروما يعني حاجه ليها شارب انت تفتح العين. عندك بينتريتنج تروما، في فرق ما بين الكالكوليتنج والبينتريتنج. الكالكوليتنج يعني سن مطوه، سن الم، سن برجل، حاجه خبطت ورجعت وقعت بره. لكن البينتريتنج حاجه اخترقت العين ودخلت فاين بادي ممكن بمعنى تاني. بقول بينتريتنج تروما، بقول فاين بادي تروما. دي كلها ميكانيكال تروما. لكن كمان عندك كيميكال تروما، لو جاء على عينك اي كروس اي كيميكال. يعني فيزيكال تروما بنتكلم على انواع اشعه ضرب. في ثيرمال تروما يعني لو حرق نار، لان دي كلها انواع تروماز مختلفه. عشان كده لما بعد البروتكتيف ميكانيزمز كمان بعد كتير البروتكتيف ميكانيزم، لانها بتكونترول اماونت اوف لايت وبالتالي بتكونترول كميات الاشعه اللي ممكن تضر الشبكيه او الرتنه بتاعتها. طيب تعالوا نبدا بقى نروح لاول نوع ميكانيكال اللي هو بلان تروما. يعني طوبه، كره سكواش، فيش بوكس يعني خناقه هيخبط العين. ساعتها هنكتشف ان البلان تروما دي ممكن تاثر على العين من اول ده كل شابتر، كل ما احنا جربنا كل الكوريكولم بتاعنا، اوربت، ايليت، كونجنكتايفا، كورنيا، سكليرا، ايريس، سيريالي بادي، ورايد، لانس، فيترس، باترنا، اوبتيك نيرف، ده كل حاجه ما سيبناش حاجه في الرمد مش كده؟ طيب هتقول لي يعني الحاجه اللي خبطت دي هتاخد كل الكلام ده؟ لا طبعا، في ستراكشرز هتتخلق بالاوبجيكت ده زي البوني اوربت، الاورتال مارجنز زي مين؟ الايليتس، الكورنيا، الكونجنكتايفا. لكن لما اجي اقول لك في افكتس هتحصل على مستوى الانتي تشامبر، على مستوى الايس، على مستوى اللينس، على مستوى الرتنا، اكيد الطوبه او الكوره ما خبطتش الكلام ده. عشان كده بقول اول ميكانيزم اوف دامج حاجه اسمها كوب اند كاونتر كوب. كوب يعني مكان الصدمه، مكان الامباكت. كاونتر كوب اللي هي الشوك ويفز، الموجات التصادميه المتلاحقه اللي انت بتخبطها دي. إذا الطوبة خبطت الكورنيا، لكن لما يكون الإفكت هنا أو هنا كمان هيحصل، يبقى التشوك ويفز هي التفسير الوحيد للدامج بعيد عن مكان الإمباكت أو مكان الصدمة. إن بلس فكرة الكاونتر كوب أو التشوك ويفز كمان العين بتاخد الشكل ده لأن هيلاستيك اللي هو اسمه أنتروبوستيرو كومبريشن وبعدين هوريزونتال إكسبانشن وبعدين ترجع تاني. إذا التمدد أو التغيير في الشكل المفاجئ ده ممكن يعمل بريكس
في بعض الستراكشرز اتقطع فده بيأد تو ذا دامج. اذا ده بيحصل كيميكالز تغير شكل العين اثناء الصدمه مع الكوب والكاونتر كوب. تعالوا نشوف بقى الايفكت سترونج. معظم الكلام معاد، يعني هنبدا عند الاوربت التكسر الكلام معاد. الترون ممكن يجي لك واحد مخبوط لانه طلع بره، فاكرين الراجل اللي حكيت لكم عنه؟ احنا خدنا لسه واخدين بروبتوزس، احنا لسه واخدين بروبتوزس واتفقنا ان كان في احد اسباب البروبتوزس تروماتيك، هنقسمنا كده كونجنتال تروماتيك انفلاماتوري نيوبلاستيك فاسكولار اندوكراين. ادي البروبتوزس تروماتيك. كان ايه التفسير؟ لو التروما عملت هيماتوما تجمع دموي، او الراجل بقى اللي جنني ها اللي هو بتاع الامفيزيما ده اللي كان بيطلع بره ويتدخل جوه تاني، اذا السيرجيكال امفيزيما، اذا دي اسباب التروماتيك او كاروتيك كافرنس سيستم. طيب لكن ممكن واحد تاني يتخبط في وشه فاهم ده جوه بالعكس كده، يعني ممكن تعمل العكس هينوفاكس. انت بقى لو حصل فراكتشر في اكتر مكان متوقع يتكسر بعد التروما عنيفه في اوبجكت اكتر من 5 سنتي مربع، يعني لو اوبجكت حجمه كبير كده هيسترايك البوني اوربت اكتر مكان متوقع يتكسر. طبعا هتقول لي لامينا كابريشيا ولا لا، ده تاني مكان، في مكان اكتر منه ممكن يتكسر البوسترو ميديال بارت اوف ذا فلور. يعني لو انا هتكلم ان دي العين الشمال اهي شايفين الي هي الفلور او العين الشمال هنا شايفين، بص على الشاور فين اعتبر ايه هي تحت العين اهي. طيب المكان شايفين فيه بوست ميديا فا ورا وميديا، ده اكتر مكان ممكن يحصل فيه فراكشر بعد بلانت تروما. ولو حصل فراكشر في الفلور مش اتفقنا ورا العين كميه كبيره من الفات، يبدا الفات ينزل من هذا الفيشر فراكشر، ينزل راح فين بقى؟ مين تحت الاوربت؟ اذا اسكيب اوف ريتم فايبر فات، فلما الفوليوم والبريشر ورا العين يقل راح العين جالك على الورا. بلس اور ماينس بقى، يعني البني ادم جاي لي مخبوط عينه دخل جوه، اول ما تلاقي البني ادم مخبوط عينه دخل جوه اعرف عنده فراكشر فين؟ في الفلور مع اسكيب اوف ريترو بلبر ايه؟ فعلا. لكن كمان لازم تتاكد من صاير اول ما تشوف البيشنت ده هو اللي بص لفوق، لو لقيت عينه معصلجه ومش عايز تطلع اعرف كمان ان الفات نزل واتحشر معاه العضله دي اللي اسمها الانفيريور ريكتس. العضله دي لما بقت تراب حدثت في هذا الفراكشر كل ما يجي يبص لفوق العضله مش ماسكه بقى مش ملجمه لايه؟ ما يعرفش يلوك اب. اذا لو جالك بيشنت عينه داخله جوه بعد تروما مع ليميتيشن اوف اليفيشن اعرف ان في فريش اتاكد احلف ان في فيشر فراكشر، ومش بس كده دي العضله اسمها انفيركتس تراب او محبوسه، ولو صورت اكس راي هتشوف الكلام ده بعينك. اذا انوفتانوس ده افكت تاني للتروما. اذا التروما ممكن تعمل النقيضين على مستوى الاورد بروتوزس احيانا انوفتانوس احيانا. طيب افكت اوف تروما على الايدز، اول حاجه لو واحد اتخبط اكيد ممكن يحصل قطع ووند جت اتقطعت، واحنا كلام قديم بقى اتفقنا مع بعض اي ووند شكله الطف بعد ما تعمل له ريبير الهوريزونتال ولا الفيرتيكال؟ هوريزونتال. يعني اي جرح في الوجه كل ما كان هوريزونتال لان الفايبرز بتاع السكين ماشيه بالارض، اذا الادجز بتبقى قريبه من بعض يعني الجرح مينيمال ففي مينيمال سكار، لكن لو القطع بالطول الفايبرز هتريتراكت تبعد فالادجز تبعد فتسيب بالدانس سكار. اذا الووند بالنسبه لنا كل مكان هوريزونتال كل مكان فورتيكالي افضل. كمان ممكن بعد الخطه تلاقي الجلد ولد يعبي ايه؟ ممكن الخطه تعمل نزيف في فاسل تحت الجلد هيماتوما سبكيتينيوس هيماتوما. وعلى فكره دي لما يحصل نزيف تحت الجلد في اي مكان في جسمك بقى اسمه ايكي موزس. خلي بالك لان في ده خدناه زمان اسمه كيموزس على طول، ده اللي اسمه كونجكتيفا ايديما. ايكي موزس ده اللي اسمه سبكيوتينيوس هامريج. اذا هيماتوما او سبكيوتينيوس هامريج او ايكي موزس. ممكن الجلد بتاع الجفن يعبي هواء، مش احنا قلنا لو حصل فراكشر في اللامينا كابريشيا العظمه دي اير ممكن يدخل ورا العين ويعمل لي انفيزيما ولا يطلع لورا، ده ممكن شويه اير يدخل تحت الجلد كمان، ما هو بصوا من هنا ممكن ينفذ على الجلد هتلاقي الجلد منفوخ او الجفن منفوخ، تيجي تدوس على الجلد من الجفن الورم ده تلاقي تحت ايدك كريبتس. عارفين ايه كريبتس؟ عارفين انتوا في بعض الالعاب كده تلاقي معاها السوليفان كده او معاها بتاع كده بتفرقع، وده بحب الفرقع فعلا مش كده نسيب اللعبه وهو مفرقع. ها؟ هي نفس الاحساس بالظبط، اير بابلز كل ما تيجي تدوس بقى على المكان الورم ده تلاقي حاسس تسمع صوت كركبه كده اعرف ان ده على طول انفيزيما. اذا الجفن ممكن يعبي دم يعني هيماتوما، ممكن يعدي هواء يعني انفيزيما.
ممكن واحد بعد خبطه تلاقي جسمه واقع. لازم تبقى فاهم كويس. تفتكر التوزيز ده هيكون ليه كام تفسير؟ اثنين، ميكانيكال لو الجفن عبى دم يعني وزنه زاد، او ارالكتيك لو حصل ضرر ده فورسي. الضرر ده بيسبلاي عضله اسمها ليبيتور. عايزين عرفنا اهو حاجه اهو نجمع تاني. تاني مره انا معاكم الحركه دي. الضرر ده بيسبلاي اذن الليبيتور بتاعت السوبريوريس. اذا ممكن التروما تعمل ثيرد نير فورسي، وبالتالي الثيرد نير بيتشل، وبالتالي اللي بيته بتتشل فالجسم يقع. اذا التوز ليه تو ميكانيزم ما قبل التروما. ده ميكانيكال. لا مش تروما بقى، في التروما في الهيد كان عندنا التروما عموما. مش هي حاجه خبطت من الوجه، من الوجه يعني في الوجه. اذا ممكن تكون عامل فراكشر بيز، مش هو الثيرد نير بيعدي بيدخل عند بورتال ايبكس وبيعدي من سوبير اوتر فيشن. فلو تروم عليه فوصلناها فورا حصل فراكشر قطع النيرف اتاثر. بيز نوت بيت اللي تحت السكالب صح؟ اه تحت السكالب، تحت البرين يعني بيز سكالب. ها اللي هو يعني مين اللي بيز سكالب؟ ذا روف اوف ذا اوربت. ذا روف اوف ذا اوربت ولا بيز سكالب؟ مش كده ولا ايه؟ طيب اذا ايليتس كونجنكتيفا وارد جدا الخبطه اللي قدام دي تخلي الكونجنكتيفا لازم تخرج. كونجنكتيفا ده من برين رفيع جدا كده فوق السكلير. لو تروما عنيفه جاي من الوجه كده ممكن تلاقي قطع في الكونجنتال. غالبا الكونجنتال رونز يعني بمثلها انا، شخصيا بمثلها انا، شخصيا بمثلها يعني. وناس كتير هي بتعمل كده تسيب الرونز بتاع الكونجنتال وما تبقاش الكونجنتال يبقى ليها هاي ريت اوف ديجنريشن. والمعلومه دي عندكم على فكره، فاكرين من ايام التريجيوم كنا عشان بنخاف من التريجيوم اسالو دي كارنس، كنا بنشيل التريجيوم من فوق السكلير ونرميه ما نخيطش تاني. شوف قد ايه مساحه، قد ايه موند كبير، ديفكت كبير ونسيبه. كان بيحصل ميلي، ده انا كنت بقول لكم كان بيحصل هيلنج اسرع من الهيلنج بتاع الالسر اللي موجوده في الكورني. فمن ساعتها واحنا عارفين ان الكونجنكتيفا بتقدر تهيل اتسلف بسهوله جدا. فاي واحد بيجي عنده قطع جرح قطع ايه في الكونجنكتيفا سيبه. بس هو الكتب والعلم بيقول ايه؟ بيقول لو القطع المساحه المقطوعه في الكونجنكتيفا اقل من 1 سنتيمتر ان دايمتر سيبها، لو اكتر من كده فوز فيها سوتش عشان يحصل هيلنج ايه؟ اسرع. لكن انا الحقيقه ما بحبكش قوي اس يعني. لو وند مش شايفه كبير قوي بسيبه، مش كبير قوي يعني 1 سم 2 سم سيبه هيجي، مش لازم يعني. بس هو معلومه ساينتفك بتقول ايه؟ اقل من 1 سم سيبه، اكتر من كده اعمل له ريفير يعني. طيب الاهم بقى فك الكونجنكتيفا ما تعملش. واحد اتخبط وشه في الاوربت تلاقي بقى مخبط اطفاله نزيف تحت الملتحم. اول احتمال تكون الخبطه للعين يعني اوكلر تروما. تخيل كده لو انا عندي اوكلر تروما ادي الكونجنكتيفا بتاعتي زي المنديل كده. ايه رايك لو انا هاخد خطه من الامام اي جزء من المنديل هيتعرض للخطه دي؟ اقرب جزء للكورنيا مش كده؟ يعني خطه جت كده فاذا القطع او لو في فيزا هيتقطع هيتقطع هنا. اذا هنا لو التروما كان نوعها اي تروما ساعتها الريدر بتاعي اللي هينزل يعني كونجنكتيفا بس نير الليمبس. وده معناه ان انا لو اتخبطت خبطه في عينيا وبس في الكونجنكتيفا اللي جنب اللين بس اتعور، النزيف هيبان لي انا كبيشنت بعد خبطه مباشره ولا لا؟ انا اتعورت هنا، الدم هينزل دلوقتي مش بعد ساعتين ثلاثه ساعتها. اذا النزيف هيبان immediately following trauma. وطالما النزيف بان immediately following trauma يبقى لون الدم ايه؟ برايت ريد، احمر فاقع وواضح. وكمان الدم هيبقى كميته الاكبر ناحيه الكورنيا عند المكان اللي اتعور فيه مثلا. وكل ما تروح ناحيه الفورنكس تبعد عن الكورنيا كل ما كميه النزيف ايه؟ تقل. فبالتالي كانك شايف تراينجل يعني الناحيه الاعرض الناحيه الاعرض الاكبر نزيف ناحيه الليمبس، وكل ما تروح ناحيه الفورنكس كل ما يقل ونهايه النزيف هتشوفها. ليه بقول لك نهايه النزيف هتشوفها؟ اصل هو وارد متوقع جدا المور كومن يعني ان النزيف كميته تبقى قليله قوي لان اللي اتقطع في الكونجكتيفا نزيف صغير. فاذا بما ان النزيف كميته قليله فانت نهايه النزيف هتشوف مش هتستخبى منه. ليه بقول الكلام ده؟ لان في حالات ثانيه بيحصل فيها سب كونجنكتيفا هاموش بس السبب يكون هاد تروما فيحصل فراكشر في الاوربت. فاوربت الفاسر كبير زي القرصان مجنين يتقطع. لما يحصل قطع القرصان مجنين ورا او بس ميت بس في الاوربت ورا يحصل نزيف الاول جوه الاوربت اوربتال هيماتوما. والنزيف يزيد 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 لغايه لما يوصل بعد وقت تحت خدت بالك وصل برضه ولا لا؟ عشان ده اللي بيحصل هيوصل. فاذا العيان اتخبط خبطه في راسه في
تعمد في اي حاجه. النزيف هيظهر بعديها على طول بعد فتره. خدت انا خدت وقت قد ايه؟ انا ملونت مليت الدم هنا وبعد كده وصل ده تلاقيه بعد 4-5 ساعات 7 ساعات تلاقي نزيف وصل تحت الكونتنشن. بما اذا اول معلومه ان النزيف هنا دي نايل. ثاني حاجه لون النزيف، هو النزيف كل ما قعد فتره طويله عشان يبان يبقى لونه ايه؟ دارك ريد، احمر غامق. وبعدين النزيف كده كميته كبيره ولا قليله؟ ده كتيره جدا. ايه رايك لما تيجي تبص من قدام هتشوف نهايه النزيف ولا مش هتشوفها؟ لا مش هتشوفها، هتكملها ورا العين مش كده؟ اذا البوستيريور ليميت نوت سين. اذا نوع التروما الثاني اسمه هيب تروما، وهنا البليدر اللي هينزل اوربيتال فيسل يعني ميجر فيسل، وهنا البليدنج هيبان تحت الكونجنتال يبقى ديليت. بما انه ديليت هيبقى لونه ايه؟ دارك ريد، كميته كبيره مور ات ذا فورليس، وكل ما تروح ناحيه اللين بس كل ما ايه؟ يقل. ده بوستيريور ليميت يعني نهايته نوت سين لان النزيف مكمل ورا العين مش كده؟ اذا ده الفارق. هنا ايه رايك؟ مهم انك تعرف العيان اللي عنده نزيف تحت الكونجنتال ايديت اي تروما ولا هيد تروما؟ اه طبعا الاي تروما ده اوضه رابعه طبعا. طب عينيه هيقول له لا مفيش، هيروح ده لحظه اسبوع بالكتير هتلاقي الدم ده اختفى انسى الموضوع. لكن الهيد تروما ده كده عنده فراكشر بيز، ده عنده فراكشر اول، عنده كسر اتقطع، ده تقول له لا اقعد 24 ساعه تحت اللحظه ممكن يكون عندك مشكله في البق. صغيره الميتروما بقى اي مشكله كبيره ميجر، فانت لازم كيب اي اون البيشنت لان ده ممكن يكون عنده مشكله كبيره، فممكن يحصل له ده سادن ده خطر عنيف في الاعراض وكده، ممكن يعمل مشاكل ثانيه في البرين. فاذا مهم قوي تفرق بين النوعين. هوريكم صورتين جنب بعض قولوا لي بقى مين فيهم هيد تروما مين فيهم اي تروما بعد ما فهمنا الكلام اللي المفروض عندك في الكتاب. كده؟ راكون زي لما تكون تورم والعملية بتكمل من تحتيها بس اللي هو اللي هو الكيموزس. مين مين فيهم الموضوع عبيط وهيروح واي تروما؟ اه قليل كمية قليلة واكتر عند الليمبس وكل ما تبعد تقل ونهايته باينه ولونه برايت ريد. هنا كميه كبيره ونهايته مش باينه ودارك ريد وده واضح انه جاي من ورا انت مش عارف فين نهايته مش كده؟ يبقى ده هيد تروما وده اي تروما. شفت ازاي نفرق؟ في حد عنده مشكله في النقطه دي؟ ده موضوع مهم. اذا اول سؤال اور المهم فعلا في هذا الشابتر اللي انا بس قاعدين عليه الساب كونجكتايفال هامر. يلا نكمل. روح الايفكت اوف لام تروما على الكورنيا. احنا عارفين الكورنيا بتاعته بالمنظر ده يا جماعه. اول احتمال ان الحاجه اللي خبطت الكورنيا توقع عليها شويه ايبيثيليوم فقط. يبقى ده اسمه ابريجن. فاكرين؟ قلنا الكورنيا بتاعتي خمس طبقات ايبيثيليوم بومنز ميمبرين ستروما ديسنت ميمبرين اندوثيليوم. اتفقنا لو الايبيثيليوم فقط هو اللي تساقط نتيجه خبطه ده اسمه ابريجن. لكن لو التروما اعنف ممكن مين يتقطع معايا كمان؟ البومز وحته من الستروما ساعتها اسميها السر. اذا التروما ممكن تعمل ابريجن لو كانت تروما سطحيه يعني كتير بس وقع لو دخلنا غوطنا شويه قطعنا اللير نمبر 2 ولا نشيل كمان من اللير نمبر 3 اللي هي الستروما يبقى اسمها السر. طب لو التروما اعنف واعنف ده ممكن الوند بتاعي فول ثيكنس يبقى ده فول ثيكنس ووند ودي حاجه رير. الكورنيا عشان تتقطع فول ثيكنس نتيجه بلان تروما حاجه صعبه جدا. الناس عندها اعتقاد ان الكورنيا عشان شفافه كده تحس ان اي حاجه هتلبسها فراكشر. لا لا خالص، الكورنيا بتعمل تفر ذان سكليرا، مقاومتها اعلى من السكليرا صعب جدا تتقطع. اذا فول ثيكنس ووند رير. لكن كمان احيانا التروما تعمل كورنيا قديمه، يعني واحد اتخبط الكورنيا بتاعته تبقى مليانه ايكوس مليانه ميه. طب ليه؟ اصل الكورنيا لما اتخبطت شايفين العين حصل فيها ايه؟ اتبططت. ايه ده يعني لما اتبططت المسافه من الليمبس لليمبس زادت ولا لا؟ الدايمتر زاد. ايه تخيل لما يكون كورنيا كده فجاه عامله كده، بص اللي عامل زاد كده، يبقى الممبرين اللي جوه اتشد ولا لا؟ ممكن الشده دي تخلي يحصل فيه بريكس في الديسمنت ممبرين، الممبرين الداخلي ده. والديسمنت ده لما يتقطع يبدا كميه ايكوس من انتيو تشامبر تدخل جوه الكورنيا. اذا لو حصل بريك في الديسمنت ممبرين نتيجه الخبطه المفاجئه دي
طبعا البريك ده هيهين تاني، لان لو تفتكروا ايام الانابل والكوني قلنا الدس از كيبيبل اوف ريجنريشن، فلو اتقطع قطع بعد فتره هيهين ويرجع طبيعي، بس خلال الفتره دي يعني الان عنده كورنيا قديمه والكورنيا بتاعته مغيبه يعني مش كتير قوي، اذا السوما ممكن تعمل كورنيا قديمه، اذا السوما من قدام ممكن تعمل لك مشاكل. الابيثيليوم بس يقع ابريجن، الابيثيليوم وبومنز اتقطع مع ستروما يبقى السر او فول تيكنس وون. من جوه ممكن دسمه يتقطع يحصل اديمه مش كده؟ بص اللي جايه بقى حاجه اسمها ريكارن كورنيال ايروجن سيندروم ار سي اي اس. ريكارن كورنيال ايروجن سيندروم، بص الحكايه اللي هحكيها لك دي قصه. تخيل كده جالك بيشنت لقيت عنده كده قال لك انا اتخبطت طرف الفوطه طرف عيني ممكن بالحالات من دي كتير ست بخلفها بنت صغير بتغير له بتنضاره بتجيب في حاله كده بطريقه عشوائيه كانت اثار ضغطه فضغط الولد خرج الكونيا اذا حصل ايه؟ ابريجن. فاذا الابريجن ده يعني حصل ان الابسيليوم حصل له شادنج. فاذا شادنج كده في الابسيليوم فجاه اقول للبيشنت او الست دي او الراجل ده انت عندك قرحه سطحيه جدا بس عشان تخف هكتب له ايه بقى؟ هكتب له انتي بايوتكس ليه؟ عشان ما يحصلوش سكندري بكتيريال انفكشن، لازم اعمل له تاتشنج بالظبط كده، اعمل له تاتشنج علشان ادي فرصه للابيثيليوم انه يعمل مايتوزس وهيلينج، علشان عندنا حركه الايليد طول ما الايليد بيتحرك كل ما يجي الابيثيليوم يغطي الايليد يروح شايله. اذا خطوه مهمه جدا في علاج اي ابريشن او السر انك تعمل تاتشنج عشان تمنع حركه الايليد تستابيلايز الايليد اللي بيطلع ينزل. احنا بنرمش من 14 ل 16 مره في الدقيقه، فلازم استابيلايز الايليد عشان ادي فرصه للالسر او الابريشن انه يجيب. ممكن يحصل دراي اي وطول ما بيجي. ممكن يحصل دراي اي لما الايليد ما بيتحركش. لا مش هيحصل دراي اي لان انت اون ذا اذر هاند انت منعت البلينكينج اللي بيوسع الدموع، اون ذا اذر هاند انت حضرتك عامل باتشنج فعملت ريتارديشن ايفابوريشن. فهمت؟ مش هيحصل. طيب ايه؟ طيب اذا دلوقتي العيان ده اديته العلاج بتاع الابريجن، انا متاكد ان اي ابريجن بياخد يوم كتير عشان الابيثيليوم دي هاي ريت اوف ريجنريشن. العيان يجي لك بعد يومين زي ما انت اتفقت معاه، شفت مثلا السبت قلت له العدد فيها بص عليك ارقامي، شفت له الباتش تقول له ايه الاخبار، يقول لي لا يا دكتور انا من ثاني يوم الوجع راح، هو كان عنده سيفير بين وكل حاجه اتحسنت، وانا لما ابص عليه الاقي الالسر بتاعته او الابريجن اللي عنده ده خف، اقول له خلاص مبروك شيل الباتش كان بقيت كويس روح. تلاقيه جاي لك تاني بعد اسبوع او بعد اسبوعين يقول لك يا دكتور انا كان عندي خبطه في عينيا وعندي قرحه سطحيه زي ما انت قلت لي وجيت لي علاج وجيت لك بعد يومين قلت لي انا خفيت وانا كنت فعلا حسيت ان انا خفيت. ايه اللي بيحصل؟ ان كل يوم الصبح اصحى على نفس الوجع بالظبط كاني لسه مخبوط دلوقتي. نفس الوجع يعني بتاع الالسه اللي كانت عندي. والوجع هيستمر ساعتين ثلاثه، افضل اصحى الصبح افضل الف في الشقه كلها من الوجع. بقيت احط من نفس العلاج اللي انت كنت كاتب لي عليه، بعد ساعتين ثلاثه من وجع رهيب تبدا الامور تتحسن، اضطر اروح شغلي بس كنت بروح شغلي بقالي اسبوعين بروح متاخر لغايه ما هيفيدوني. انا عايز اعرف ايه اللي بيحصل اشمعنى كل يوم الصبح وانا اضرب طول عمري كده ولا لا؟ كلام غريب جدا بس هو ده اللي بيحصل، ده الكلاسيك برزنتيشن. واضح كده ان اللي بيحصل كل يوم الصبح ان المكان اللي كان فيه ابريشن بيرجع تاني فيه ديفكت، يعني الابيثيليوم الجديد ده بيقع. وش معنى الصبح؟ اصل احنا عاده بنقوم الصبح او تغسل وشك زي ما تقعد تخبط ميه كده عشان تفوق لك فوق نفسي يعني. فاذا واضح الاحتكاك مع العين الصبح بيكون ماكس ايمز بلس. كلنا عندنا المعلومه دي ان كتير فيلم برودكشن اوفر نايت بيكون في ادنى مستوى ليه. يعني انت قايم الصبح عندك كميه دموع قليله قوي، فبالتالي احتكاك الايليد طبيعي هيكون اعلى احتكاك ما بين الايليد وكون نظرا لكميه الدموع، الدموع دي بتعمل لوبريكيشن. ها احتكاك الايليد طبيعي من غير ما تعمل الحركات دي اصلا اوريدي بيبقى اعلى معدل ايه؟ الايرلي مورنينج مع شويه احتكاك بايدك من بره، الكلام ده يخلي الابيثيليوم يقع. طيب هل هيقع في كل الناس؟ يعني اي حد هيحصل له افريجن بعد ما يخف هيحصل له السيناريو ده؟ لا ده هو اصلا البني ادم ده كان عنده مشكله في البيزمنت تمبرين. انا عشان كده راسم الابيثيليوم، ما خدت بالك لاول مره رسم لك الابيثيليوم بتاع الكورنيا مش لازق في البونز.
اصل البومنز ميمبرين ليس البيز ميمبرين اللي ماسك في الإبسيليا، ده في بيز ميمبرين الإبسيليا بتاعه. ولو تفتكروا يا جماعه انا قلت لكم ان البومنز ميمبرين ايه سيميلر، ما هو لو كان الإبسيليا ماسك في البومنز كان الإبسيليا ده قدر يجدد البومنز، لكن المعلومه اللي عندنا ان البومنز انكيبل اوف ريجنريشن لانه ايه سيريلر، يعني مفيش سيلز ماسكه فيه زي يعني اذا واضح كده ان الاندوثيليوم بقى ده البيزمنت ميمبرين بتاع الاندوثيليوم مين؟ الدسمت، عشان كده الدسمت لو اتقطع بيحصل له ريجنريشن لكن البومنز لا. الناس دي اللي بكلمك مديتك مثال لحاله دلوقتي بيحصل له كل يوم الصبح نفس الوجع والاندوثيليوم بيقع. خلقت ربنا البني ادم ده وفي ناس كتيره زيه الاندرلاينينج بيزمنت ميمبرين بتاعهم ان هيلثي. فالاتاتشمنت اوف ابيثيليا مع هذا الاندرلاينينج بيز ميمبرين ضعيفه بس كانت متلصمه لانك مولود بابيثيليا صحي وسليم. لما الابيثيليا ده يقع ويجي ابيثيليا جديد عشان يمسك هو اصلا الاندرلاينينج بيز ميمبرين السليم الاتاتشمنت بيكون فيري فيري ويك، فالاحتكاك اللي بيحصل الصبح ده بيوقعه بسهوله جدا، فيقعد ساعتين ثلاثه اربعه لغايه لما الابيثيليا بيعمل بايتوفز جديد يعني يتجدد تاني فيغطي الديفكت، بس هيغطيه مثلا على الساعه 12 الظهر بعد ما يكون صاحي 3 4 ساعات متعذب في حته ما فيهاش ابسيليا، ابسيليا عمال ما يدوز يتغطى، بس الابسيليا ده هيفضل مستمر ليه بقى؟ عندك دموع كفايه وهو اصلا هيكون اتعقد من الوجع فمش هيجي جنب عينه اصلا، هو مصدق انه بقى كويس، فاذا الاحتكاك راح فالابسيليا اللي كمل بقيه اليوم كويس، ينام يصحى الصبح دموع قليله يضحك عينه يقع تاني وهكذا. اذا بنسميه ايه ده بقى؟ بنسميه زي كلمه ابريجيشن كده عندك في الكتاب A B M D anterior basement membrane dystrophy. على فكره كلمه dystrophy دي مجموعه من الامراض اللي لها اصول وراثيه بدون سبب واضح، يبقى في مشكله في المكان ده وبيحصل الدامج في المكان ده من غير اي انفلاماتوري ساين. اذا هو اصلا هيرديتري عنده عوامل وراثيه البيزمنت ميمبرين الامامي اي مين مين يعني اللي هو البيزمنت ميمبرين بتاع مين؟ بتاع الابيثيليوم ان هيلثي. طب فكر معايا لو انت في عيادتك كدكتور بقى وجالك عيان بالمنظر عيان بتاعك جالك محبوس في عينه ابريشن اديته العلاج يومين خف روح بيته كل يوم الصبح يصحى يعني عنده ريكارن مش كده بص اسم الموضوع قد ايه خطر ريكارن كورنيوم ايروجن سندروم. فاكرك من كلمه سندروم؟ اصل السندروم لا يبرر ان هو اصل المشكله عنده حاجه وراثيه لا تبرر ان البيت الميمبرين بتاعه ماله في ديستروفي. فاذا خد بالك من كلمه ايروجن اللي حطيتها، ما احنا قلنا هناك تو تيرمز بيوصفوا حال بني ادم الابيثيليوم بتاعه وقع. لو الابيثيليوم وقع نتيجه تروما يبقى اسمه ابريشن، لكن لو الابيثيليوم وقع نتيجه باثولوجي او ديزيز يبقى اسمه ايروجن. عشان قلت لكم المعلومه دي ايام الكورنيا، اذا الابيثيليوم مش موجود فقط الابيثيليوم بس اللي وقع يا ابريشن يا ايروجن على حسب السبب. فاذا المره الثانيه بقى ما بعد التروما، التروما نفسها سميناها عملت ايه؟ ابريجن. لكن بعد ما خف هو بيقع نتيجه ديزيز، نتيجه ديستروفي في الممبرين عشان كده بنسميها ايروجن. اذا ريكارنت كورنيال ايروجن سيندروم. على فكره الابريجن ده معترف بيه عالميا، لو كتبته في اي مكان في الدنيا هيعرف انك بتتكلم على هذا الديزيز. اذا ده يو كان رايت داون في الريتن بيبر ار سي اي اس. وهنا بقى لو انت مكاني كدكتور وجالك عامل المنظر ده ايه الحلول؟ عشان ما يحصلش انه الابسيليا يتدي فرصه للابسيليا انه يمسك كويس وما يقعش على بيسو كونتاكت لينز تحل اسبوع على بيسو كونتاكت لينز ما قلعهوش، فبالتالي الايليد وهو طالع نازل حتى الصبح بيحتك مين؟ بالكونتاكت مش الابسيليا. او اعمل له باتشين اقول له يومين ثلاثه ما تشيلش الباتش ادي فرصه للابسيليا انه يمسك احسن. والله شفت عيني تعمل لهم باتشين بالاسبوع ورا بعض من غير ما اشيل الباتش، تلبسهم كونتاكت لينز بالاسبوع ورا بعض وكل ما يجي يشيل التاتش او الكونتاكت يحصل له ريكارنس تاني. تخيل ده بيزنس برين ضايع ضراح في داهيه عنده. عارفين الحل قد يصل في الحالات الريزيستنت ان خلاص البيزنس برين مش عايز يستقبل او يمسك في الابيثيليا من جديد خالص، اوصل اعمل كيراتو بس لاميلر يعني اشيل الانتيريور لايرز دي يعني بارشل ثيكنس مش فول ثيكنس مش هفتح عليها خالص انتيريور لاميلر كيراتو بلس. شوف قد ايه في حالات ريزيستنت. اذا هشيل واضح ان انا هشيل مين؟ هشيل الابيثيليا وبيزنس ميمبرين بتاعه وجزء من الاستروما وازرع كورنيا جديده بيزنس ميمبرين سليم عشان ما يحصلش ريكارنس. اسمه انتيريور لاميلر كيراتو بلس. ما تعملش الكربون
هو ريكورنت ده ما يعملش ألسر أي وقت أول. لا هو مسؤول هيبقى دوكس. على أساس إن مفيش إبتدي يبقى معرض لأي. لا يدخل فكرة إنفكشن دوكس ما طبعا. فهمتوا فكرة الـ RCS؟ طيب في موضوع تاني مهم جدا أنت تفهمه مهم أورال الـ RCS. تمام موضوع مهم أورال جدا كورنيال بلاد ستين. ده غريب. أوريكم الصورة همشي على الصورة. يجيلك طفل أو شاب مربوط في وشه وتلاقي الكورنيا بتاعته عبارة عن لون أحمر. ده واضح إن دخل جوه الاستروما بلد. عشان السيناريو ده يحصل ما قلتلكش غير لازم حاجتين يحصلوا مع بعض. الخطوة أدت إلى ما يسمى بهاي فيما. يعني إيه هاي فيما؟ الأنتيريور تشامبر. وبالتالي لما يحصل نزيف الأنتيريور تشامبر ضغط العين يبدأ إيه؟ يبدأ يعلى. فتلاقي خدنا الجلوكوما قلنا لما الضغط بيبدأ يعلى الإيكوس ما عندوش حل أو متنفس غير إنه يبدأ يغزو الكورنيا يعني يعمل إديما مش كده؟ قلنا لما الضغط بيعلى بيزق في كل اتجاه فلما يبدأ الضغط يزق في اتجاه الكورنيا يبدأ كميات من الإيكوس تدخل إيه؟ فاصلا لما الايكوس يكون مليان دم يبقى اللي هيدخل جوه الكورنيا الدم مش كده؟ اذا لقيت كورنيا بلاد ستين. واذا هنا واضح ان انا عايز اشوف فاكتور بيحصل له هاي فيما بلس ايريجيتد اي او بي. اذا لو الاثنين دول حصلوا في بني ادم واحد تاكد ان المصير كده. اذا محتاج يحصل هاي فيما مع ايريجيتد انترا اوكيولار بريشر الاثنين مع بعض يؤدوا الى هذا المنظر. الكورنيا دي عشان ترجع كلير لما شرحنا علاج في الكورنيا قلنا ان احنا عندنا في سيلز عايشه في اطراف الكورنيا اسمها ووندرنج سيلز. ووندرنج سيلز دي عباره عن ماكروفاجز ربنا خصص لنا كميات من الماكروفاجز اللي هي نوع من انواع الوايت بلاد سيلز تعيش في اطراف الكورنيا في الكورنيا لان الكورنيا بتاعتي ايه ماسكولار ربنا خد لنا شويه من الدم كده كلهم تعيشوا هنا عشان اي حاجه مش بتدخل الكورنيا تروحوا تعملوا لها فاجو ايه سايتوزس عشان تحافظوا على كلاريتي اوف الكورنيا. فاذا واضح ان الماكروفاجز لما تبص كده على الكورنيا هنا مكان الدم تبدا تدخل عشان تعمل فاجوسايتوزس لهذا الدم وتشيل وترجع الكورنيا كلير. بس للاسف الشديد لما هتيجي تنظف الكورنيا دي هتنظف الكورنيا في طريقها وهي ماشيه. يعني هتنظف الكورنيا ازاي؟ من البريفري تور ذا سنتر. يعني اخر جزء هيتنظف وهنشيل منه الدم هو السنتر. هتجيب بقى الماكروفاجز عشان تنظف الكورنيا بالكامل بالمنظر ده توصل ان اخر مكان يبقى كلير والسنتر تاخد قد ايه؟ 2 years up to 2 years. تتخيل لو كان المخبوط ده طفل صغير وهيقعد سنتين على السنتر اللي هو اهم جزء يرجع كلير. يعني العين دي هتفضل معطله عن رؤية سنتين في طفل صغير. ليه بقول لك طفل صغير؟ لان هم بيستنبطوا اكتر من اكشن. يعني التروما وارد اكتر في الاطفال من الكبار. فاذا لو ده حصل نعرف ان العين دي معرضه للسبريشن وبعدين ما يرجعوا من تاني. عشان كده لو جالي طفل مقبول في عينه خبطه وحصل له هذا المنظر ممكن افكر في حل الكيراتوبلاستي عشان ما تفقدش العين دي في اللايف. هيقعد سنتين العين معطله. اذا المعلومه المهمه اللي عايزك تعرفها ان الكورنيا بلاد ستين ده كومبليكيشن سيء جدا للهايفيما اللي هو النزيف الانتيريور تشامبر. وهنا هذا الكومبليكيشن سيء ليه؟ لان ذا لاست بارت تو بي كليرد في الكورنيا هو السنتر والموضوع بياخد up to 2 years. احد الحلول عشان ما استناش المده الطويله دي في الاطفال تحديدا في كريتيكال ايج تحديدا اللي المخ بيتعلم ان عنده 2 eyes ويبدا يركز في سنتين او اربعه ان انا اضطر اخر اعمل كاتوبلاستي عشان ما يحصلش permanent suppression في هذه العين. اذا الموضوع مهم موضوع لو سمحت اقراه في تجنب قول المهم. ده الافكت بلان تروما على الكورنيا. تعالوا نشوف بقى الافكت بلان تروما بالمره على السكير. احنا ماشيين بالترتيب. الستروما ده غزه زي الايكوس بالظبط لما كان بيدخل. مش احنا في الكلوز قال قلنا في الكورنيا القديمه ما ينفعش ده جوه هو منتشر في الكورنيا كلها مستحيل تسحب. طيب تعالى بقى نشوف الافكت اوف جلاند تروما على السكليرا. يا جماعه هو ما فيش افكت واحد دون السكليرا في الطفل. وهنا في السؤال في سؤال اورا مهم قوي يقول لك مين الكومن سايتس ان يحصل السكليرا الوند.
قبل ما اقول لك الاماكن اللي ممكن اخد فيها سكيورا السكيورا روم، خليني اقول لك بس على حاجه مهمه. وانس الكون اتفتح او السكيورا اتفتح، يعني حصل قطع في الاوتر كور، الموضوع بنسميه اسم صعب شويه لكن اسم لازم تعرفه، اسمه رابتشر بلو. احنا بنسمي العيش بعيشه دي اي هول زي الكوره، الكوره لما يحصل فيها قطع بلو الكوره فرقعت، مش كده؟ الفكره في كده، احنا لما ترى العين زي الكوره فعلا حصل وون في الكورني او السكير من الاوتر كورت حصل اضرب فول ثيكنس سمي ده ربط الحرب. مين بقى الكومن سايز في السكير اللي ممكن وارد جدا تقطع على الخط عنيفه بفيس او طوبه او وات ايفر بلانت؟ اكتر اماكن او مكان الليبس، مش معنى الكورنيا بتاعتي اصلها ليها ثيكنس مقاومته عاليه والسكير كمان ليها ثيكنس، اضعف مقاومه في الاوتر كورت هو عند الليبس، يعني ساعتها يعني خسرت جزء من الثيكنس بتاع الاسترون على حساب قناه مجوفه اسمها كانال سكيرا. اذا بدل ما كان الثيكنس كده مقاومه عاليه هنا، الثيكنس هنا مقاومه عاليه هنا، الثيكنس بقى حاجه غير ده كمان ايه؟ الثيكنس في كانال مجوفه وبعد الكلام كمان في شيتس رفيعه قوي اسمها ترابيزا مش، اذا انت خسرت جزء كبير جدا عند الليمبس او مقاومه بقت اضعف ما يكون عند الليمبس. المكان الثاني الحقيقه اللي ممكن يتقطع لو دي العين الشمال في السكليرا اب اند ان 3 ملم بيهايند ريبس، ودي العين الشمال يبقى هنا شايفين في بشر فيه؟ العين الشمال اهو يبقى فين؟ اب فوق، لو دي الشمال هنحل النوزه اب اند ان 3 ملم بيهايند ريبس، تعرف 3 ملم ورا ريبس ده المكان. اشمعنى المكان ده؟ الحقيقه التشومز اللي ممكن تسترايك العين تخبط العين هي قدامك احتمال من اثنين ما لهمش جاي، هي دي بلاترا يا داون اند اوت. اشمعنى؟ عمر ما التروما ينفع تخبط العين لو جاي من فوق، اي حاجه تيجي من فوق هتخبط مين؟ السوق اللي قطع، وعمرها ما تيجي ميديا النوز او اللاترا ليزا بول او الميديا اولترا بول، يعني المكان اللي فيه العين بروسيدنج او طالع قدام او اكسبوز هو يا اما ده التمبرال يا اما المور كومن داون اند تمبرال. فلو العين خبطت داون اند تمبرال هتطير اب النيزل، صدت يا بص، فلما تخبط او تطلع اب النيزل تسترايك حاجه انتوا عارفينها كويس قوي، فاكرين التراب اللي هي البول شو سبايروس رينج اللي موجوده في الميديال اوربيتال وول هنا؟ فلما تخبط في التراب دي تعتبر التراب دي كانها حاجه شارب، فتروح عامله قطع في المكان اللي هيصطدم بيه من السكليرا اللي هو هيكون فين تاني؟ السكليرا اب اند ان 3 ملم بيهايند ليبس. اذا لو سالت ايه الاماكن بالترتيب تقول لي نمبر 1 ليبس، اقول لك ليه؟ تقول لي عشان بريزنس اوف كانال اوف شلام. طب فين تاني؟ 3 ملم في السكليرا بيهايند اب اند ميديال في السكليرا، ليه؟ لان لو تروما جت داون اوت السكليرا اول سترايك في المكان ده التروبيا وبالتالي ممكن يحصل رابشر. يجي بقى اخر مكان كومن الكورنيا، عشان اتفقنا كومن الكورنيا ليست كومن، يعني الكورنيا ده صعب جدا لان الكورنيا المقاومه بتاعتها ايه؟ عارف. حلو قوي. هنا بقى اول ما هيحصل قطع، تخيل كده لو العين اتفتحت فول ثيكنس. ايه اللي هيحصل؟ ايه المضاعفات؟ سادن هايبوتوني، الضغط قل جدا، واول ما يحصل سادن هايبوتوني الضغط ده كان بيدوس على كل السكشن. فالفيسلز ممكن يحصل فيها ريباوند فازو دايلاتيشن وإديما. طبعا اهم من مكان يحصل فيه إديما رقم. اذا سادن هايبوتوني وما يدفعه من ديليوشن اوف فيجن بسبب الماكيولار إديما. كان يعني وارد جدا ان المكان المفتوح ده يدخل منه اورجانيزم فيحصل لي اندو او بان اوف ذا نايتس. كمان المكان اللي اتفتح ده فيه نيجاتيف بريشر فكل اللي جوه عايز يطلع بره، يعني هيرنيشن اوف انترا اوبير ستراكشرز زي فيترس ممكن يطلع حسب مكان الاب، ايكوس ايريس تلاقيه خارج سيليري بادي، اذا برولابس لانترا اوبير ستراكشرز بلس حاجه كده اسمها سيمباثيتك اوفثالمايتس هنعرفها قدام شويه. هنعرف ان الخبطه دي في العين واحده ممكن بعديها العين الثانيه تلتهب بفتره من الزمن، هنعرف ايه العلاقه، احنا هنتكلم عن الموضوع ده كمان شويه. اذا دي الافكتس. هنا بقى في سؤال اورال في ناس بيحبوا يسالوه ممكن تساله الناس اللي عايزاها تشوفك فاهم ولا لا، او يعني سامع او عارف عن الوقت اكتر ولا لا، يقول لك يا دكتور الرابشر بلو يعني قطع في الاوتر كوت ما
نتيجة لان تروما. أحيانا ممكن يعمل open rupture وأحيانا ممكن يعمل closed rupture. سمعت عن الموضوع ده؟ إيه ده يعني إيه rupture؟ يعني إيه؟ يعني علم مفتوحة تقول closed يعني إزاي؟ آه في الحقيقة لما يكون لان تروما بلان بس ده احتمال closed rupture أو open rupture نصر يعني الكلام ده. لو أنت عندك مارك إزاز ملفوف بصوري فهم وقع منك الأرض عندك احتمال اثنين المبي يتكسر والسليفان يبدأ سليم والاحتمال الثاني المبي يتكسر والسليفان يتقطع هو ده بالظبط الفرق بين open rupture وclosed rupture مين السليفان ومين المبي المبي العين نفسها السليفان الكونجنت يعني ممكن السكليرا تتقطع ودي تبدأ سليم يبقى القطع تحتيها بس هو closed rupture لكن لو كونجنتايلا كمان اتقطعت كده والسكيرا اتقطعت تحتيها يبقى ده اسمه open rupture. الكلام ده ينطبق على بلانكس صح؟ لكن ايه رايك لو perforating trauma؟ اكيد عشان تقطع السكيرا لازم تكون قطعت الاول مفيش احتمال بقى طالما حاجه الشرط هتقطع الاول الكونجنتايلا وبعدين السكيرا. البلانك فقط هو اللي ممكن يحصل معاك closed rupture. اذا يا ريت تزودها دي وتقولها ومركزين بيها ده نمبر 2 خده من ايده قبل ما يقطع حاجه بحط له باتش اعمل له باتش ليه؟ اوريدي بقاله ساعتين ثلاثه على ما جالك المستشفى عينه مفتوحه فانت مش عايز تخلي عينه اكسبوز اكتر من كده للاورجانيزمز موجوده في الهواء في الاتموسفير انت عايز تقلل الريسك اوف انفكشن على قد ما تقدر فكان عمله استرعالي باتش حط له باتش محترم على ايده اخدم ايده على اوضه الراديو دايجنوز اعمله اكس راي ليه؟ to exclude the presence of intraocular foreign body. هتقول لي foreign body؟ ايه ده هو يعني مقبوض بتروح؟ اه يا اخي ضمها من ايه؟ ممكن تكون حاجه اللي قضيته جزء منها داخل جوه ايه؟ اذا لازم روتينلي اي حاله رابتشر جو اعمل له اكس راي. خدت بالك كام ستيب لغايه دلوقتي؟ نمبر 1 hospitalization. نمبر 2 ها؟ على طول باتشنج. نمبر 3 اكس راي. طيب وبعدين حقن بقى. كله سيستميك تريتمنت. نيفر تو بوت اي دروبس. لانك لو حطيت اي دروبس في عين مفتوحه وكانك الاي دروب دي هتدخل جوه العين فقش عرفك ده ممكن يكون القطره اللي زادت اللي بتحطها تكون كونتامينيت اصلا عليها فيها اورجانيزم يبقى كده دخلت انفكشن جوه العين اذا كله سيستميك ايه بقى؟ انتي بايوتكس عشان بروفيلاكتيك اجين سكند انفكشن انتي تيتنس انتي ايماتيك من كتر البين اللي موجود والقلق والتوتر ممكن اذا انت انتي ايماتيك انتي بايوتيك عندي تترس كله سيستميك نيفر تو بوت اي ذن خلاص حجزته عملت باتشنج اكس راي اديت له حقن طبعا من اول لحظه بقول له ما تاكلش ولا تشرب صيام رمضان عشان اول ما اعدي 3 4 ساعات ادخله العمليات ده اعمل له بروبر ريبير للوند اذا دي الستبس عارفها كويس قوي الستبس استقبل العيان احجزه باتشنج اكس راي سيستميك تريتمنت نيفر اي دروبس مع عملية على طول بعد أول ما عاد ينفع عمل فيه عملية يعني أمين لما يكون عدى على صيامه على الأقل 4 ساعات. طيب إذا ده الوند في السكيرا. إيه ده؟ ضعيف فاتش يعني ما في فاتش بس ما تحصلش عليه خالص. ده مهمه جدا هي باي ديفولت انت لو عندك كوره مخرومه ودوست عليها يبقى انت بتطلع لي جوه اكتر بره مش كده؟ افويد اي بريشر عليه. طيب تعالوا نروح بعد كده الايفكت اوف جلاند تروما على الانتيريور تشامبر. هو ايه اللي ممكن بعد خبطه تلاقيه موجود في الانتيريور تشامبر؟ ممكن بعد خبطه تلاقي لينز طلعت لك مش كده؟ ده اسمه انتيريور ديسلوكيشن. ممكن بعد الخبطة تروما على فكرة تروما أحد أسباب الأي رايتس ممكن تلاقي هايبوبيوم سترايل طبعا مش سترايل طالما التروما بلانت
التروما العمل في التروماتيك ايرايتس هيبقى استيرايل هايبوكسيا. لكن الاهم بقى ولو ما قلتش غيرها انا موافق الهايفيما. ده سؤال مهم جدا ريتن اورال هايفيما التروما تعمل نزيف في الانفيرير تشيمبر. يلا كام سؤال ورا بعض انتوا هتجاوبوني محتاجين نتكلم اوريكم صوره في مره دلوقتي عشان نشرح حاجه انا اوريكم صوره هتيما تعالوا اوريكم صوره الرابشر بلو اللي هو الاستير روم بصوا عايز اقول لكم على حاجه مهمه اول ما تجيلك صوره في الداتا شو اكزام اللي جاي لقيت البيبل فيها عامله زي كونتراي بيك او بير شيت مسحوبة اعرف انك عندك احتمال من النيمر مشابه يا اما ليكروما اثر يا اما سكليرال ووند او ليمبال ووند او يعني ووند عموما او تكوت يعني رابشر بلو لان الحقيقه الطبيعي ان العارس بتاعتي بتاخد الشكل ده عارس البيبلز ده شكلهم الطبيعي نورمال شايفين العايز سبريد دايفرام والبيبر راوند والسنتر بالمنظر ده امتى الديوكل تبقى شكلها كده بصوا لو عملت كده شايفين كده يعني اتشبكت في الكون يا من هنا بقى او من هنا شايفين المنظر هتاخد الشكل ده دايما لما الكون تتشابك مع الكون العايز اسف يتشابك عايز يمسك في الكون والعايز مش يمسك في الكون الا في حالتين اللي يكون ادهم لو عندي بيرفوريتد السر والايرس طلع من الوند وحصل فايبروز مسك او لو عندي وند الايرس خارج من خلاله زي الصوره دي اذا دول احتمالين اذا انت كل اللي عليك اول ما تجي لك صوره ايرس بيك مسحوب بيبل مسحوبه او عامل زي كوميتراي بص في نهايه المكان اللي مسحوب فيه الايرس شوف لو لقيت سكار يبقى دي ليكم عارف ما لقيتش سكار على طول اكتب درابشر بلوب او وند ايه رايكم؟ دي كوميتراي في النهايه ما فيش سكار لكن بص ليه ده البرن اللي خارج ده الايرس طالع كده من الوند والوند هنا فين؟ عند الليمبس شو ده الموست كومن سايد ده انتوا بصوا الراجل جاي كمان هي اللي فوق السوتشر لا لا في السوتشر ده حاجه هو لسه عين مفتوح بنتصور اهو انت جيت شايفين الفيو مرسومه ازاي؟ بص في النهايه لقيت سكاره ابيض قوي يبقى ادهم ما لقيتش بص بقى هتلاقي بقليله بني برضه هتلاقي مش خارج لك تاني هتلاقي الايرس ليكوما ادفن دي حاجه في الكوريا يعني ناخد كوريا ألسر تبقى ألسر في الكوريا حصلها بيرفوريشن إذا بص بص تزرع على ليكوما ادفن ألسر حصلها بيرفوريشن الأيس طالع أنت فاهم زي زي بالظبط ده أوتوماتيك كوريا ده بيرفوريشن ألسر الأيس أوكي وأنت خليك كايبولز فالسكار يفضل ماسك فيها عادي عشان كده سند السكار السكار في الكون يعني المطحون جنس هي الكون بس لو نزلت ولا كتبت لكم ادرم يبقى يمين العايز جزء في هذه طيب بصوا معايا السؤال اللي جاي ايه هي صوره الهكيمه يا جماعه؟ ده موضوع مهم قوي. اول سؤال هتتسال في اورال يقول لك هو الدم ده جاي منين؟ ايه المصدر بتاعه؟ اكيد بول عايز بس هو اكيد الدم ده جاي من مكان فاسكولر فالخبطه العنيف اللي حصلت في العين خلت فيسل من الفيسل ستان ايس يتقطع فيعمل نزيف فالنزيف هيكون كده موجود في الانفيرير تشامبر اذا ده تورن ايرس فيسل. وبالمناسبه بقى طالما الايرس ده نزف وصلت التروما انها قطعت فيسل في الايرس يبقى اكيد الايرس ده من التروما اكيد انفليمد كمان يعني هو مش بس نزف لا هتلاقي في ايرايس كمان اكيد مع بجانب الهايفيما. طب مين اللي هيمتص الدم ده؟ الدم ده جوه الايكوس مش كده الدم ده حاجه سائله في مولكيولز كبيره بس في الاخر ده فلويد لايك الدم ده هيطلع منين؟ هيطلع او هيبقى ابزورب زي الايكوس بالظبط كميه اذا من الدم هتخرج من خلال الترابيكولر نيشورك وكميه هتبقى ابزورب عن طريق ايرس كريبتس اذا السورس تون فيسلز ايرس او سيلري بادي الابزوربشن يعني هنخلص منه ازاي؟ يا اما عن طريق الزاويه من انجل يا اما عن طريق الايرس كريبتس
طب ايه مضاعفات هذا الموضوع؟ اول ما انا بحصل له هاي فيما كده انا اخد من ايه؟ ضغط العين. ولو ضغط العين عالي ممكن يعمل كل البلد ستيمنج. نمبر 1 بخاف من جلوكوما. ولو حصل جلوكوما في وجود الهاي فيما الدم ده يبدا يدخل يعمل ايه؟ يعمل ستيمنج للكورنيا. طيب تعالوا نشوف بقى العلاج. اذا انا عشان ما يحصلش الموضوع ده انا بخاف موضوع ايه؟ موضوع كورنيا بلد ستيمنج اللي الكورنيا تفضل معطله فيه سنتين زي ما اتفقنا. الموضوع اذا مش هزار، موضوع صعب جدا. حاجة عبيطة زي دي ممكن تعمل مشاكل. الصوت عالي قوي برضه. فعشان نقفل الباب على قد كده. طيب اذا الكورنيا بلاد ستيننج بخاف منه. اي بني ادم بيجي لي في المستشفى عنده هاي فيما لازم اعمل بوست ترانزيشن. لازم اطمن ان انا سيطرت على الموضوع. الدم ده بقى ابزورب من غير ما يحصل جلوكوما ومن غير ما يحصل كورنيا بلاد ستيننج. اذا هوسبيتاليزيشن. مش بس عشان كده، عشان خايف، مش عشان خايف بس من كومبليكيشنز. لا لا، اصل انا كمان محتاج ان البيشنت بتاعي يبقى طول الوقت كده. هو الدم ليه واقع تحت كده؟ وعشان العيان انا خليه طول الوقت نايم او صاحي في وضع ستيبل كده. سيمي سيتنج. علشان يبقى الفيكتور جرافيتي الدم ينزل. كده يعني لازم الاثنين لازم ثابت. وصحي او نايم كده. ليه؟ اصل هو الاحتمال الثاني بقى ثابت يتحرك. مش كل ما يتحرك ايه اللي يحصل في الدم؟ ينتشر. ده سيء جدا. ليه؟ الدم ده فيه سيلز كبيره هتسد السبيس اوف فونتانا. زاويه العين زاويه 360 درجه، هي علاقه ما بين الكورنيا والايرس مدور. ايه رايك لما الدم ينزل تحت؟ كده هو قافل اي جزء من الزاويه. وبقيه الزاويه مفتوحه لا، كده مش هيحصل جلوكوما. لكن لما الدم ينتشر في الايكوس ده هيسد الزاويه كلها داير ملهوف. ده غير ان الدم ده مين اللي هيبقى ابزوربت كمان بجانب الزاويه عن طريق الايرس. فكده الدم قدام الايرس ولا لا؟ لما ينتشر ويبقى في حته قريب من الكورنيا وحته بعيد، يعني اذا انت كده بتساعد الريت ابزوربت الاسرع. وغير ما يبقى ابزوربت جزء صغير من زاويه العين يبقى مقفول. لانه لو اتحرك الدم ده هيبقى ديسبيرس هينتشر. الحاله الثانيه ان لو هو قعد كده ثابت معظم اليوم، لكن لما يجي ينام يروح نايم كده. ايه رايك لما ينام على ظهره؟ يعني هو كده الدم تحت، لما ينام على ظهره الدم بقى فين؟ فوق الايريس والبيوبل. والدم ده بقى شبه كلوزت ولا لا؟ كلوزت يعني ينشف مش كده؟ يلزق الايريس في اللينس وساعتها يقفل البيوبل والايريس لزقت في اللينس يعني تفصيل السينيك يعني. وكده يحصل جلوكوما. فاذا انا محتاج ان البني ادم طول الوقت 24 ساعه يبقى سيمي سيتنج بوزيشن ما يتغيرش يبقى ثابت. الكلام ده مهما قلته له وروح بيته هو مش هيلتزم، لازم يكون تحت عينه. هو مش هيتحرك من الوضع ده غير عشان يحط طول البيت بس. لكن اذروايز بقيت الوقت هو قاعد كده وتفضل كيبنج اي اون هيم ما يتحركش. عشان كده لو كان عيان بتاعي طفل صغير هو عمره ما هيسمع الكلام حتى لو في المستشفى بيعمل له بايلاترال اكشن جنب بعض. ماشي؟ بعدش والبط ضغط لف واعمل عقده ورا عشان ما اعرفش افكها. وكانك بتقلبه بوتنشال بلايند عشان يبقى اوبليجيتد ان يفضل قاعد ثابت في مكانه. ده لو هو مش كوبرت ما يسمعش الكلام، لو طفل يعني شقي وبيتحرك. وبعدين الطفل بيتخبط في اي خبطه زي دي غالبا طفل بيهابر اصلا. ها؟ فاذا هنا واضح كده ان اساس العلاج حجزته عشان اقعده في وضع ثابت اسمه سيمي سيتنج بوزيشن. ولو ما سمعش الكلام اجبره عن طريق الباندج علشان اقلبه بوتنشال بلايند، يعني خليه ما يشوفش فيحدد او يسكت في مكانه. طيب خلاص عملت الكلام ده وبعدين ابدا علاجك. على طول اديله بيتا بلوكرز عشان انا عامل حسابي برضه رغم كل اللي انا عملته ما ضغطش ممكن يجي. اذا كان في جلوكوما بيتا بلوكرز قلنا ده من اقوى الادويه. اديله كمان كورتيزون. ليه؟ لان احنا قلنا اكيد في اي رايتس طالما قطع عنيف وعامل قطع في الفيزلز اكيد الايرس كيم تاني. وطالما في اي رايتس انا بخاف من السينيك مش كده؟ فاذا الكورتيزون هنا انتي انفلاماتوري وانتي فايبروبلاستيك مش كده؟ فاذا الكورتيزون هنا مهم. اديله ماده اسمها كيموترابسن، الفا كيموترابسن. ده الحقيقه انزيم
في هيلث في هيلث الابزوربشن بتاع الدم، يعني هيلث الابزوربشن. على فكره الاوتوفيلكس من اقوى الانتي انفلاماتوريز، بيريموف الانفلاماتوري دابلز بسرعه جدا، ويريموف البليدنج او الهيماتومز بسرعه جدا. اذا حقن الفا كيموثرابسن إذن الفا كيمو ترابسن أمبول عشان تريموف أو تخلي الريتور أبزوربشن سريع. مفيش مانع بقى كمان أديله دايسينون وفيتامين كي. إيه دايسينون وفيتامين كي؟ دايسينون ده يا جماعة بيستابيلايز الكابيلاري وول، فيقلل فرصة الري بليدنج. مش أنت أدرك لو تفكر صح بني آدم زي ناس، أنت بنفسك تدي دواء يسرع الريتور إيه؟ أبزوربشن، ونفسك تدي دواء يمنع ان البليدنج يزيد عن كده، يقدر كده. اذا الدايسينون مع الفيتامين كي يخلي الكابيلاري وولز والباسل وول يبقى مور هيلثي، فيأفويد الري بليدنج. والفا كيمو ترابسن ده بيفاسيليتيت الابزوربشن. اذا دايسينون مفيش مانع مع الفا كيمو ترابسن. فيتامين سي ان كي الاثنين. دكتور هو زود معايا دايسينون. طيب لما تاخد سيستمك لدايسينون على فكره، لو لما يعني برضه مش عارف اقولكوا على في ان تي ولا لا، الناس اللي عندهم اكستاكسس الكارت اكستاكسس يحطوا نقط الدايسينون على الليزر سيبتم عشان يمنعوا الاسكانز بتاعتها. اه اوكي. دايسينون ده بتاعك بيزود الانتجرتي قوة الجس الهول صار طايني بس هي ممكن تكون نادرة كابيلرز أو سمول أرتس. عشان كده على فكرة في عمليات الفاسكولر وعمليات الهارت اللي هي الكورونر باي باس وحاجات زي كده، بيدوا المادة دي عشان يمنعوا فرصة إن الجس المكان السوتشرز اللي عملوها نفسها نزيف بعد العملية. فإذا ده السمول ده بيأفويد الريس بليدنج. يلا اسئله هورر بقى كمان زياده. يعني انت خلاص قلت انك انت محتاج تحجزه ومحتاج تعاده في السيمي سيتنج. ليه في السيمي سيتنج؟ عشان الدم يسيتل داون باي افكت اوف جرافيتي في البوتوم اوف اي سي، فيقلل فرصه الجلوكوما ويسرع ريت اوف ابزوربشن. وكمان قلت على البيتا بلوكرز ليه؟ عشان الضغط ما يعلاش. كورتيزون ليه؟ عشان في ايرايتس. مفيش مانع الفا كيمو ترابسن عشان تسرع ريت اوف ابزوربشن وبلاد. مفيش مانع دايسينون وفيتامين سي ان كي عشان تمنع الري بليدنج. كل ده حلو قوي، لكن السؤال الاورال الاهم، في حاجات ممنوعه منعا باتا هنا. نون ستيرول ده الانتي انفلاماتوريز ممنوعه كلها. معروف النون ستيرول ده الانالجيزيك مهم، والعيان ده عنده وجع من الخبطه العنيفه ليه، اوعى ياخد مسكنات بمنظر النون ستيرول ده لانها بتعمل تعمل سيوله في الدم. يعني ايه اندوس ري بليدنج؟ افويد نون ستيرول كانالجيزيكس. هناك مدرستين بقى وقفوا البعض بالمرصاد، وده سؤال اورال مهم قوي. ندي معاطكس ولا ندي متريعتكس؟ هتقولي الله، هو مين تمنى فكره المايوتكس وكان يقصد ايه، ومين تمنى فكره المتريعتكس كان يقصد ايه؟ اللي قال ادي مايوتكس كان عايز يقتل التيوبل فالسيرفس اريا بتاع الايريس تزيد، على اعتبار ان الايريس ده هو اللي هيمتص الدم، فكان عايز يزود الريت اوف ابزوربشن. واللي قال متريعتكس قال لك ده العيان عنده ايرايتس، واحنا مع الايرايتس اصلا بيبقى فيه مايوزس، فانا خايف ان يحصل باستير السايليكيا، فاحنا بندي اتروبين عشان نقطع السايليكيا. فاكرين؟ حلو قوي. طبعا بتاع الميدرياتكس تهكم على بتاع مايوتكس، قال له محتاج تدي مايوتكس ليه؟ ما هو اصلا المفروض ان الفيبر هتبقى مايوتكس طبيعي، يعني تبقى قافله لان في ايرايتس اصلا من الخط. وبعدين ده انت لو اديت مايوتكس انت بتسرع عليه باستير السايليكيا، انت بتهرج مش فاهم حاجه. فالاهم ميدرياتك بتاع مايوتكس ما عجبوش بقى، نزلت اتريقت عليه، طب انا هتريق عليك. انت لما تبص على البيبل الايرس بيحصل كراود كده، ممكن الانجل تقفل وكده ضغط العين، ده انت ممكن تزود ارتفاع ضغط العين. الاكثر عقلانيه فيهم بقى او لا ده ولا ده، انت لو مسكتك اتعورت في ايدك ورحت جاي مديله القطنه ورحت كاتب الجرح، لو انت من نوع الوسوس لسه بنزل يعني لسه بنزل، انت كل ما بتعمل كده بتعمل ايه سيادتك؟ بتشيل بلاست طبعا هتقدر تنزل، فانت مستغرب ايه؟ ما انت بتعمل نفسك كده. او ممكن تعمل ايه؟ وانساها بقى. ان شاء الله. انساها، رجع البلاد كارت الاستيبل. ايه يعني؟ المفروض تستابلايز المكان اللي فيه بليدنج عشان نوت ريموف البلاد كارت. فلو سيبتك لعبت بمايوتكس ومدرياتكس يبقى عملت حاجه الايرس ولا لا؟
وعملت حركة العيس يعني بحركة الباس اللي اتقطع، فكين الباس كان تاخد اسبوع كده، فلو اتقطع هنا في النص وفي كلاب التواجد وانت عمال تفتح وتقفل في الباس دي قدرت برضه تتحرك ولا لا؟ فممكن يحصل ايه بليدنج. الحكمة تقتضي انك ما تفكرش دلوقتي في ستيب 2، ستيب 1 الحكمة بتقول ان الدم ده ما يزيدش الاول، لان يعني الدم ده هو اساس الجلوكوما واساس كل البلاوي، فلو ما زادش يبقى الهيلنج هيبقى اسرع. قبل ما تفكر انك تسرع ريتو في ابزوربشن، ما انت لو سرعت ريتو في ابزوربشن وزودت النزيف ما عملتش اي حاجه. فاذا افايد ما عطبش افايد الزياتكس نوت تو اندوس ري بليدنج علشان تستابيلايز البلاد كلوت انسايد ذا تورن بلاد فيسل. يبقى اذا افايد الاثنين، ده سؤال اورال مهم جدا، لا ما عطبش ولا الزياتكس بنحب نديها في حالات الهيثيما تو افايد ري بليدنج. هناك حالات وسؤال اورال كمان تحتاج تعمل سيرجيكال ايفاكويشن. وهنا سيرجيكال ايفاكويشن هقول لك ان التو ميكانيزمز، يا اما يكون الدم اللي في الانتيريور تشامبر لسه سائل فادخل اسبيريشن، يا اما الدم في الانتيريور تشامبر يبقى كلوتد. عمر ما هتشوف البسرين ده، ده انا بفتح ليمبا انسيجن واشدها فورس ده كلوتد تطلع عن الماسك. امتى اضطر اعمل ده او ده؟ الحالات اللي محتاج اعمل فيها سيرجيكال ايفاكويشن كالاتي: لو الهايثيما توتال، على فكره الهايثيما توتال دي ليها اسم لو عايزين تعرفوا اسمها ايت بول. ايت بول يعني اللي قاعدين بيلعب بلياردو الكره رقم 8 الكره السوداء. ها ايت بول يعني يعني العين بقى المفرطه الدم باين في شيء بكل عامله والدم بيبقى لونه بيغمق كل ما بيقعد. دي كنت هو كانك شايف ولا انت شكلها قوي، دي فكره انك انت شايف كره رقم 8 في البلياردو اللي هي الكره لونها اسود يعني كويس. انت اه دي الله انت بتاخد كوفايت اذا ايه بول، لان بطبيعه الحال لو الهيتيما توت يبقى اكيد هيحصل جلوكوما ولا لا، ولو حصل جلوكوما اكيد هيحصل كوريا بس انا مش هستنى بقى ده يحصل على طول تدخل تشيل من دلوقتي. طيب ايه رايك لو الهيتيما مش توتال هناك انديكيشنز خليك تدخل تسمع؟ لو عندك ريزيستنت جلوكو يعني الدم حتى لو كان كده او قاتل شويه كده مش هتضرب، والضغط عادي وعمال تدي ادويه ومش عايز ينزل، استنى بقى لغايه لما الدم يدخل كورني. لا اذا لو ريزيستنت جلوكو. طيب ايه كمان؟ او لو ستارتنج كورني بلاد ستيبل، يعني لو انت شفت بعينك ان بدا الكورني بتلون احمر يعني كميات من الدم ما تستناش لما تبقى كلها لونها احمر، دي الصوره شفناها بقى تطلع على طول فاضي. اذا جرات انديكيشنز اذا كنت فاضي هتبقى سيرجيكالي، لو هتبقى توتال، لو الهيتيما عامله جلوكوما مش بتستجيب للتريتمنت، لو الهيتيما بدا يبقى معاها ستارتنج كورنيال بلاد ستين. موضوع مهم جدا اورال مهم جدا ريتن على اللي بسمعه لازم تعمله كويس. ده كل بوش يعني ده ايش حتى ايش تكون شفته لا لا هو لو انت سيكو سيكو بقول لك ممكن تشفته سواء بسلينج او دبل واي او تشيله as one mass بفورسس لو كان كاتل يعني تريمو سيرجيكال ريموفر ان جنرال ايا كان التكنيك بقى لو هو اللي بيفعل. طيب الافكت اوف لاند تروما على الايريس، احنا قلنا ان التروما على الايريس ممكن تعمل ايرايتس مش كده؟ هو لسه كنا بنقول حالا، لكن كمان التروما على الايريس ممكن تعمل اقطع. وانا الايريس بتاعي لازم تعرف الاماكن اللي ممكن يتقطع فيها. اول مكان ممكن يتقطع الكلاري بورد ممكن يتقطع كده، بصوا شايفين ده اسمه سفنكتريك تاب على اعتبار التيوب اعتبار زي السفنكتر ده، او اسمه ايريس لاسيريشن. وانا لو الايريس قطع بالمنظر ده بيكون دايما شكل القطع في شيك، شايفين ازاي؟ لا هو هيكون دايما شكله كده في شيك. وطبعا العيان ده اوعى تديله ميزيافك، وسعت الفكر هيمز على لغايه الاخر طبعا بيلاكس. وهنا عندي احتمال الاثنين، احتمال الادجز بتاع القطع ده واحده منهم او الاثنين يقلبوا لقدام، شايفين الورقه كانتها ازاي؟ او كل هنا ده اسمه انتي فليكشن. اذا السفنكتريك تيرب او اللاسيريشن قد يكون معاه انتي فليكشن. امتى انتي فليكشن؟ لو الفلام اتقلبت لقدام، او ممكن يحصل العكس، شايفين ثلاثه الورقه الثانيه زي الورق. اذا ده اسمه ريتروفليكشن. اهم نقطه هنا في السفنكتريك تاب صح انك تقول افايد ميد رياكتس. بص الصوره شايفين المنظر،
ده اسمه لاسيريشن، ده بيكون فيه شيب ابويد متعكس. الاحتمال الثاني مور كومن ان الايرس لما يحصل قطع ما يحصلش عند البيوبيلر بوردر وانما يحصل عند السيليري بوردر. السيليري بوردر هو الروت. ليه بقول لك ده الاحتمال الاكبر؟ مش هتفهم اثناء التروما العين بتتفعش وكمان الكوريا ممكن تتطفق. يعني واضح ان البريشر من قدام على الايرس فجاه هيزيد. الايرس سند على مين ورا؟ خدتوا بالكم الايرس سند على اللينس مسدود كويس فين؟ في السنتر. لكن بريفرالي برا فاضي ورا سينيوس فراغ، فلما الضغط فجاه يزيد من قدام اكتر جزء من الايرس نوت سبورتد هو في البريفرالي، فوارد جدا البوردر ده يتقطع. اذا المور كومن ان يحصل قطع او سيبريشن للايرس روت من السيريال بادي، وده بسميه كده. الاول شوفوا صورته قبل اقول لكم اسمه. شايفين القطع فين المره دي؟ اسمه ايريدو دياليسيس. دايما لما الروت هو اللي اتقطع فكده زي الريت، انا بقول الريت انا دياليسيس، يعني لما القطع يبقى عند البدايه عند الروت اسمه ايريدو دياليسيس. وده المور كومن لان الايرس نوت سبورتد في البريفري، لان ورا الايرس فراغ او زنيولز بعكس السنتر. وهنا خدتوا بالكم اول ما الايرس اتقطع عند الروت الكيوبل اتلمت ازاي؟ بقى البوردر ده شيء، لكن بقيته كده. فدايما مع الدياليسيس تلاقي الكيوبل دي شيء، ودايما لون الدياليسيس يبقى المكان اللي فيه دياليسيس لونه ايه؟ طالما الايرس اتقطع يبقى هيعدي الضوء، يبقى لونه ايه زي مين يعني؟ وده طالما هيعدي الضوء كده لو في اوبجكت قدام عيني الاوبجكت ده رايز تعدي منه هنا فتعمل صوره لهذا الاوبجكت، ورايز تعدي من هنا تعمل صوره ثانيه. يعني العين ده هيبقى عنده يوني اوردر في الضوء. اذا انا هتخبط في العين اليمين تلاقي البيبل الايرس بقى كده والبيبل بقى ستريت بقى تعدي الضوء. العين ده هيبقى عنده ديكتوك يقول لك من ساعتها شايف كل حاجه اثنين بالعين دي. اي من ادم اذا عنده دياليز لازم يعاين من يوري اوكسيدر تكتوكيا الا من ادم ده. اشمعنى ده الوحيد اللي عنده دياليز؟ فوق هو ده عشان القطع فوق المكان ده دايما كفرد الايرس. لكن لو دياليز في اي مكان غير اب دايما هيشتكي، لازم يقول لي يوري اوكسيدر تكتوكيا. ايه الحلول ده؟ طبعا لو شفنا عيانين بالمنظر ده العيان الاكثر حاجه بتضايقه وبتجننه على الخبطه دي انه عنده تكتوكيا، فلازم تضيعه. اول حاجه كان حالة نصر اشكال. جايبين ماركر كورنيا ماركر في الوان كان ممكن تدور كورنيا. بس لو سمحت نقي ماركر بنفس لون الايرس. ومعمل تاتوينج في كورنيا. يعني ده لون اخضر على زيتوني شويه. هاد ماركر قريب ملون الحته دي. وكانك بتنجيس اوباستي على مستوى الكورنيا بنفس لون الايرس. فكده مش هتعدي الضوء وفي نفس الوقت شكل العين مش هيبان قوي ان في مشكله. في واحد تاني قال لك طب ليه نلون في كورنيا ربنا خلقها لنا ونعمل اوباستي بايدينا؟ طب ما نلبس العين كالرد كونتاكت على اطفال العدسات الملونه النص بس هو اللي كلير والاطراف عموما كلها ليها لون وبالتالي اطراف اوبيك. وبالتالي كانك بتضلل او بتحط حاجه اوبيك قدام الفتحه. ولما تفتق ذهن الناس ان هم يعملوا جراحه قال لك طب ما نحل الموضوع بقى. نلعب في العدسه عمال تغير تحط عدسه ملونه او تعمل تاتوينج. طب انت شو تحل الموضوع؟ قال لك اللي عامل تاتوينج في البني ادم ده ان في ريز بتعدي من هنا وفي ريز بتعدي من هنا وفي حاجز في النص بقى لها ايه الحاجز ده؟ مقص ايه اللي الحته دي من الايرس كده بقت بيبل واحده عملاقه بس بقت بيبل واحده. فكده الاوبجكت دي كام صوره؟ بس على حساب انك فقدت الفانكشن بتاع الكبر مش كده؟ الكبر كسفنكتر كانت بتكنترول اماونت اوف لايت كانت بتمنع او بتغطي على جزء بايخ في اللينس اسمه الاتش اللي كان عامل زي البريزم. فاذا ده هيضايق العيان لكن ده حل للتغلب من ايه؟ تغلب على الكبر. لغايه ما السيرجيكال تكنيك اتحسن قوي فبداوا يجيبوا 10 زيرو كلورين فيت 10 زيرو يعملوا الاكسجين عند الايه؟ ويدخلوا بالابر بتاعتنا مع الخيط ده واحد اخيرا بيقول له كده وافضل ايه نعمله فيكسيشن عند اللينكس. خلي بالك انا هسوتش الايرس في اللينكس. اوعى خيالك ياخدك انك تقول ان انا هخيط الايرس بتاعي في السيليري بودي تاني. بصوا الرسمه دي انا ما ينفعش ادخل حاجه شرط في السيليري بودي نزيف مروع. المنظر عامل ازاي في الاخر؟ ده السيليري بودي اهو. الايرس اللي كان كده اتقطع من هنا. بصوا عامل ايه بصباعي؟ اتقطع من هنا فتلم كده فبقى الايرس كده.
برضو يعدي من هنا بلس انه يعدي من الكيبر. انا هدخل اعمل ايه؟ اعمل انسيجن عند الليبس هنا وادخل بالابره بتاعتي كده واروح راجع مخرطها هنا واشد الايرس سافرته فين؟ فده يتشد. بس السوت شافين ادى ليمس. انا ما ينفعش ادخل اخيطه هنا واحط السوت هنا في المكان ده بتاع السيريال اللي بدي فيه فيسلز اسمه فاسيت لايكاتا ده بحيرات دم اول نافوره الدم تخش اوعى. فاذا لازم تبقى فاهم احنا بنفكس الروت اوف ذا ايرس تو ده ليمس. اذا ده الموضوع اللي اسمه عيب بقى. كان في عيان بيجي لي ان شاء الله حاول يبطل بالكلايكر بيشنت كان عنده بايلاترال كاتراكت عملنا له عملية في عين واحدة والتانية لسه وهو عنده في آخر الثلاثينات. آخر الثلاثينات ده مش كونجنت ومش صناعي وطالما بياتر مش روماتيك هو كومبليكيت وتحديدا كومبليكيت لسيستميك ديزيز عشان يبقى بياتر. لأن لو كان اليونيت لو كان اوكيلر ديزيز اوكيلر كوز كان بقى يوني لأ. طيب هو فعلا الراجل ده عنده بنكر قلب ماشي على سيستميك كورتيزون بياخد كورتيزون سيستميك بقاله شيء 20 سنه بقى 20 سنه كورتيزون فعشان كده عنده ده. المهم عملنا عمليه وبعد عمليه قاعد على القهوه مع عمليه في الساعه مثلا فبيقوم من الكرسي بتاعه كان واحد من الشغالين في القهوه شايل صندوق بيبسي فبيقوم بيلف راح بوز الصندوق قامت عينه جابنا بقى الايرس بتاعه لم ايرس ده زي العجينه زي الستاره بتاعتك الستاره بتاعتك متعلقه وفكت وتخوعها على الارض الايرس بتاعها واقع هنا كده في قاعده فيو تشيمبر فوق ليه كوره بني تحت يعني كوره بني يعني الايرس الروت بتاع السيبارين الاولى راوند عشان كده فلت اتقطع من السله دي بادي اولى راوند وقع تحت ده اسمه هنا انايريديا تروماتيك انايريديا يعني لما يحصل توتال ابلجن في ايرس عارفين تطلعوا؟ هذا ده كده اذا انا ايديا يعني الايرس قطع اول راوند. طيب اذا ده الايفكت الايفكت اوف تروما على الايرس خدت بالكم انا بكلمكم على ثلاث قطعات او بريكس في الايرس. اول بريك عند البيبيلاري بوردر اسمه سفنكتريك تير او لاسريشن. ثاني بريك عند جزء من الروت اسمه دايعش. تالت بريك لو اول راوند الروت اتقطع اسمه اريدي. في بقى ناس شفناهم بعد الخبطه عندهم بايوسس وفي ناس شفناهم بعد الخبطه عندهم ديزيز وده كلام معاد وقديم جدا. نشغل بالخير مين اللي عنده بايوسس بعد التروما؟ التروما عملته ينسى اي حاجه شويه ايرايتس. لو التروما عملت مش هنقول لك الايرايتس اثناء الايرايتس في سباز تيجي في التريتيشن ايه بوش مصر بس مكتبته الاقوى. اذا كل الحالات اللي عندها عيارات عندها بيبل ايه صغير. طب مين اللي هيتخلي تبقى عنده بيبل واسعه؟ ثيرد نيرف بولس. يعني الثيرد نيرف ده اللي ماشي معاه الباراسينج فاساتك اللي راح عليك حوالين الشاشه. اذا الثيرد نيرف معلومه كمان اهو لو بنجمع الداتا بيسبلاي كونستريكتور بيوبيلي عشان كده البيبل هتبقى عندها ايه؟ اذا لو جاي بني ادم مخبوط في عينه لقيت البيبل المايوتيك خلاص اعرف ان قدام حاله ايرايتس. لقيت البيبل دايليتد وفيكسد اعرف ان انت بتتكلم عن حاله تير نيرف بوز. طيب افكت اوف تروما على السيريالي بادي ليه ايه ده؟ لا 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 انا جيت اتكلم في الكونسيبت لا انا عارف بالعكس خالص. سيريالي بادي سيريالي بادي ده تقدر تقول هما الافكتس المهم عليه اربعه كل اثنين منهم عكس بعض فهو مريح وسهل. احيانا واحد يتخبط وشه في عينه يحصل له سبازم اوف اكوموديشن واحد ثاني يتخبط في عينه يحصل له باراليسيس اوف اكوموديشن. يبقى يعني واحد عنده اكوموديشن طول الوقت يعني لازم تاخد كيله طول الوقت واحد ثاني يتخبط ما يعرفش اصلا يعمل اكوموديشن خالص. مين اللي هيحصل له ده ومين اللي هيحصل له ده؟ الاثنين دول شبه المايوس ديزيز اللي هيحصل له سبازم اوف اكوموديشن يعني سبازم في المصر هو اللي هيحصل له انفلاميشن اللي هيحصل له ايه؟ سايكلايز. اللي هيحصل له باراليسيس ثيرد نيرف بوز. اصل الثيرد نيرف ده كمان بيرجع بيسبلاي كونستريكشن في الايس
بي سبلاي سيريالي مصر. ليه احدى العضلات بتاعت السيريالي مصر بتكونترول الاكوموديشن. هيحصل باراليس اوف اكوموديشن. اذا الاسبازم اوف اكوموديشن امتى؟ لو في انفلاميشن. باراليس اوف اكوموديشن امتى؟ لو حصل اضطراب داخلي. برضو اللي جاي اجاباته عندكم انتوا. في واحد يتخبط ما بعد الخبطه يحصل جلوكوما. واحد تاني يتخبط ما بعد الخبطه يحصل هاي فاطوني. يلا عشان الاول قولوا لي ايه اللي هيحصل له جلوكوما؟ احتمالات جلوكوما بعد التروما. لو التروما عملت ايديوسايكلايز صح؟ لو التروما عملت هايفيما صح؟ لو التروما عملت انجل ريسيشن جلوكوما فاكرينها؟ يعني يحصل قطع في زاويه العين والقطع ده يجيب بعد شويه فايبروسس. ده لسه قايل له الدرس بتاع السكند جلوكوما مع الجنرال. اذا كم طريقه لو تبقوا ثلاثه اول واحد دلوقتي. ايه تاني؟ لو التروما عملت ايه؟ اذا لو التروما عملت ايرايتس، لو التروما عملت هاي فيما، لو التروما عملت انجل ريسيشن يعني بعد خطه فتره بوست تروماتيك انجل ريسيشن. يلا نحط احتمالات الهايبوتن. يلا لو التروما عملت شات داون، فاكرين شات داون؟ يعني لو حصل سيفير انفلاميشن عايز السيلة دلوقتي احيانا السيلة دلوقتي يمتنع عن تصنيع الفيروس. الكلام ده قلناه في الاريدي سايكلايز. شات داون. لو التروما عملت سيلير بادي ديتاتشمنت، احيانا التروما مع السكويز بتاع العين السيلة دي بادي ده يبعد عن السكير. او لو التروما عملت رابتشر جلوب، قطع زي سورج تايم شويه، مش اي قطع هيطلع من خلال الايكوس، يعني في ماركت هايباتوري. اذا لو الووند بتاعي حصل فول تكنس ووند يعني رابتشر جلوب، اذا هايبوتوني. لو حصل سايكلايز يعني سيلري بادي شات داون. او لو حصل سيلري بادي ديتاتشمنت. او لو حصل رابتشر جلوب. اديتك ثلاث امثله. يعني قطع في الاوتر جلوب. اذا في واحد اتخبط جلوكوما، واحد اتخبط يحصل له هايبر. افكت اوف تروما على اللينس مش هنتكلم عليها ولا كلمه. لان احنا في الحقيقه قلنا افكت اوف تروما على اللينس في مكانها في شابتر اللينس، اللينس اكثر شابتر خد حقه. ايه بقى؟ التروما ممكن تعمل سبلاكسيشن، التروما تعمل ديسلوكيشن، دول موضوعين كبار في اللينز. التروما ممكن تعمل تروماتيك كاتراك، ده الموضوع الثالث خدناه لوحده في اللينز. اذا ثلاث افكتس على اللينز، يا تروماتيك كاتراك، يا سبلاكسيشن، يا ديسلوكيشن. طب تروما على الفيتروس الحقيقه مش مهم، لكن لو انت عايز تقول فكر كده ايه ممكن يحصل في الفيتروس. نزيف ممكن هيدير الفيتروس هامر في الاسف، او هيرنيشن يطلع من الوند لو عندي رابشر جلوب، او ديجنريشن يعني يحصل فيه اوباسيفيكيشن، يعني الخبطه الهزه دي عامل ديجنريشن في بعض المولكيولز فالفيتروس بقى فيه اوباسيتي. لا حاجه اسمها افالشن او فيتروس بيس، عشان احنا قلنا الفيتروس ماسك عند الاورا سيراتا. على فكره ماسكه بتاع الفيتروس عند الاورا سيراتا اسمه فيتروس بيس، يعني الفيتروس بتاعنا. الحقيقه دي معلومه يعني تقيله شويه بس انا رابعه كده. يلا بص يا جماعه خليني اقول لكم على حاجه. ده الفيتروس ها اللي هو تلتين الفوليوم في الارض. شايفين الاطار ده؟ الاطار ده هو اللي ماسك عند الكوره السراعه الدايره دي. ده اللي بسميه فيتروس بيز. اذا الفيتروس بيز هو الاتاتش فيتروس تو اورا سيراتا. شايفين الحفرة دي اللي هي فيها اللينس؟ ده اسمه الانتيريور فيتروس فيس. واذا ده كله بقى اسمه البوستيريور فيتروس. كده الفيتروس كام منطقة تاني اهو؟ البيس البيس اللي ماسكة فين؟ الاورا السيراتا في الحدود. الانتيريور فيتروس اللي هو ورا اللينس على طول. البوستيريور فيتروس الجزء اللي لامس واتاتش تو ريتنا 4 بوينتس او 3 بوينتس ريمينينج 3 بوينتس على اعتبار ان بوينتس منهم اللي هي بيز اللي هي ماسكه عند الاورا سيراتا. مع الخبطه العنيفه ممكن هذا البيز اللي هو ماسك عند الاورا سيراتا ينفصل عن الاورا سيراتا. ده اللي اسمه افالجن اوف فيتروس بيز، يعني يبقى سيبريت اول اراوند الفيتروس اول اراوند. وتيجي تغير شكل العين لما تصعصت وفرد تاني الفيتروس ده لو بقى سيبريت من الاورا سيراتا ساعتها يبقى اسمه افالجن. متوقع جدا لما الفيتروس ينفصل من الاورا سيراتا يشد مع مين؟ الريتنا. يعمل الريتنال داياليسيز لانه كده هيجيب الريتنا من اولها. مش احنا قلنا لو الريتنا اتقطعت عند الايبس السيلري بس اسمه داياليسيز، يعني انه عايز يعرف المعلومه دي اوكي، عايز اعملها اسقاط في اجر ما فيش مشكله.
اهم ايتم في الفيتروس هو الفيتروس هامولج. طيب مؤثرات ايه؟ عشان لو خلصنا بلاند تروما يبقى خلصنا 80% من تشابتر تروما. ده الاطول على اطلاق التروما في البلاند تروما، ده اكتر نوع في التروما او اكتر موضوع في تشابتر تروما طولا. بعد كده ده يكون عبيط كورايت. بصوا عليكم صوره غريبه جدا. اهم افكت على كرويد من التروما ونقص التروما هو ده. شايفين يا جماعه الصوره دي؟ شايفين الخط الابيض اللي ماشي بيطول قاع العين اللي موجود في التمبرال سينس؟ هو دايما بياخد الشكل ده وبياخد المكان ده، يعني وايت لاين فيرتيكال ات ذا تمبرال سينس. قد يكون معانا مقصود على فكره، يعني قد يكون باراماكلر مش ماكلر تمبر، قد يكون العين غير محظوظ يكون الخط الابيض ده طب ماكلر بتاع تحت الناس. عباره عن ايه؟ كورويدال راكشر. ايه ده؟ الخطه العنيفه. احنا اتفقنا ان الترومز عشان تاخد العين تكون لاترال، فلما انت تفرد لاترال الكيروس ده العين تتطفى، وبعدين ترجع تاني بعد التروما او التروماتايزنج اوبجكت لما يبعد العين ترجع عشان تطفى تاني. فاكر لما انت تطلع وترجع كده تبص تلاقي العين ازاي؟ هنا العين لما اتفعصت ورجع تاني لشكلها الطبيعي بيحصل شكل وجذب وطول. انت عندك ثلاثة ستراكشرز اتطبقوا. يعني لما تدوس على السكيرة كده، السكيرة نفسها اتطبقت، واللي جواها الكرويد، واللي جوا الكرويد نبات. احنا نعرف ان اقل واحد فيهم كاسيستي هو الكرويد. كل ما كنت الاستيك تطبق وتفتح عادي، كل ما كنت ليس الاستيك مع الحركة دي ممكن يحصل قطع. اذا واضح ان اقل واحد كاسيست للكرويد هو اللي هيتقطع مع الحركة دي. وهيتقطع ازاي؟ زي بالظبط ايديا، بص ايديا اعتبرها ايد واحدة. حصل كده وبعدين كده. ده تتفرج القطع ازاي؟ بالطول. اذا عشان التروما دايما لاترال هيكون دايما القطع تمبرال وهيكون دايما بالطول وهيكون فقط في الكرايد. يعني السكليرا ورا سليمه والرتنا قدام سليمه واللي في النص بس للقطع. والصوره بتقول كده. احنا نعرف من الصوره ازاي الرتنا سليمه. بصوا ايه رايكم في الفاسلس على الرتنا؟ الرتنا كمبرين سليم ولا لا؟ مش كده؟ اذا الرتنا سليمه. طب ليه خط ابيض؟ ما هو اصل في المكان ده طالما الكرويد اتقطع بقى الرتنا وراها سكلير على طول. اذا كرويد الرابشر بيبان دايما بالمنظر ده. وايت لاين. ليه وايت لاين؟ لانك يو كان سي سكليرا دايركتلي. وايت لاين وذ انتاكت رتنا ان فرونت. عرفت منين؟ البلاد فيسلز الرتنا هي اللي بتقول لك ان الرتنا سليمه. ده نتيجه ايه؟ نتيجه ان العين حصلها سيفير تروما وحصل سكويزنج. ودايما هيكون هذا اللاين في التمبرال فانتس في التمبرال رتنا دايما هيكون فيرتيكال. طبعا الجزء ده من اي جزء ما فيهوش كرايد، الكرايد مسؤول عن تغذيه الاوتر فايف فيز اوف رتنا. واحنا اتفقنا ان الرتنا كلها مبنيه على بعضيها، يبقى المكان ده كله في رتنا غيره. فاذا لو قعد على جهاز فيير هيبقى في جزء كده من النيزل فيير مش شايف، يبقى عنده نيزل سكوتوما نيزل. انا التمبرال رتنا بشوف ايه؟ طبعا. وإذا في جزء من الرتنا هيبقى لا يرى. ده عنده تجويد باي ذا واي كمان، يعني فوق البيئة صح معاك حق طبعا. طالما شايف بيجمنت باينة كده، شايف فيسلز لونها بينك وش فش كده، دي الفيسلز بتاعت الكرايد. فطالما شايف ده يبقى الرتنا بتاعتك الترانسفيرنس بتاعتها عالية، وهو ده اسمه تجويد فانجس بقى. كله جاي من الكرويد الراسيو، وعارف ليه دايما بيكون في التمبر فانجس؟ طيب افكت اوف بلاند تروما على الرتنا، وهنا بقى الوحده. استاذنا الدكتور عمر الظاهري هيتسال السؤال ده لو دخل فيه كتاب الدكتور هو بشر السؤال. الدكتور عمر الظاهري يسالك يقول لك هي بلاند تروما بتعمل اي نوع من انواع الانفصال الشبكي؟ قبل ما تجاوبني خليني افكرك بانواع الانفصال الشبكي. الانفصال الشبكي لو حصل قطع في الرتنا وبعدين الفيت لو دخل من خلال هذا القط هيبقى برايمري رتنا او اسم الثاني ريجماتوجنس. ريجماتوجنس يعني قط، وده النوع اسمه برايمري لان الباثولوجي هنا بدا في الرتنا. لكن عندي نوعين تانيين اسمهم سكندري، والسكندري ار دي واضح ان الباثولوجي في مكان تاني. يا اما الكرويد اللي ورا الرتنا يطلع ميه زياده يزق الرتنا اسمه اكسادتيف ار دي، يا
يا اما الفيتروس في فايبروتيك ميمبرينز اللي هو قدامك في الشيلد ريتنس والتراكشن ارت. هنا بقى يسالك سؤال يقول لك البلان تروما بتعمل ويتش تايب اوف ار دي والراجل نفسها تخلي البيتزا زي الاليكويفاي فسهل جدا يعدل القطع الاعلى فيحصل برايمري ارج تعاون ميكانيزم وده الموست كومن. لكن كمان التروما ممكن تعمل كارودايتس او كورويدال انفيوجن لو حصل سدن هايبوتنس ممكن العين تتفتح. لو العين فتحت الفيزل بتاع الكورويد تطلع ميه بره واخد ميه كتير جدا الميه دي تزق الرتنا. اذا لو حصل كورويدال انفيوجن او لو حصل التروما عملت كورودايتس ايتس يعني اكسوديشن ساعتها هيزق الرتنا اذا اكسودت ممكن. لو التروما عملت هايبوتوبيت صدم اسف او قطع في الاوتر كوت وحصل هيرنيشن للبيترس البيترس وهو خارج هيجيب في ديله مين مش ماسك في الرتنا ساعتها يعمل تراكشنال ار دي. اذا البيترس وهو خارج من الوند ممكن يشد الرتنا اللي هو ماسك فيها عشان قلنا البيترس ادمن تو ذا رتنا ات سيرتن بوينتس فانه ماسك في الرتنا هو طالع من الوند بتاعي من السكيلر الوند ممكن يجيب الرتنا معاه فيعمل تراكشنال ار دي. فاذا هنا بلان تروما ميك اندوس الثلاث انواع من الار دي. ده سؤال اولى المهم وعلى راس الناس اللي سالوه زي ما اتفقنا واستنى الدكتور عمرو طه. طيب اهم موضوع مش برضه مش متقاطعين ده برايمري يس ده نوع برايمري كان بنتكلم على انواع ثانيه شرطه ده رتنا اتزقت التراكشنال دي كانت في فايبروتيك ليه تشد الرتنا تعالوا نشوف بقى الاخر افكت على الريتنا كوموشيو ريتني ده مهم قوي بقى اسمعوا الموضوع ده يا جماعه خلاص. كوموشيو ريتني او البرنز ايديما كوموشيو ريتني او البرنز ايديما ده افكت بلاري جوما على الريتنا. بصوا معايا العين لما بتسكويز كده ده معناه ان فجاه اثناء الخبطه الضغط زاد جدا لورا بقى بصوا البريشر على الريتنا الفاسلز الفاسلز الضغط عليها جامد قوي فجأة لقينا رجعت لحجمها الطبيعي يعني الضغط في لحظة ما زاد وبعدين مرة واحدة أقل. إيه اللي يحصل في الرتنا الفاسلز؟ كومبريست وبعدين دي كومبريست يعني يحصل الفاسلز باظ دايليتيشن وبالتالي ليكج إيديما. أفكركم معلومة قلت لكم الرتنا بتاعتنا ستيرن إيه؟ الإينر فايف هما اللي سبلاي للفاسلز هي دي الفاسلز اللي هتطلع أو هترشح يعني كعب الإيديما يعني واضح إن الإيديما هتحصل في الإينر على فكرة رتنا أول ما طلع إيديمتس لونها أبيض. إذا الإيديما هتحصل في الإينر فايف لير بسبب سادن كومبريشن من رتنا الفاسلز. إذا فاسد سادن كومبريشن ده نتيجته بعد كده إنه يحصل إيديما إيديما في أي لير؟ الإينر فايف وبالتالي رتنا كلها تضرب أبيض ما عدا المكان الوحيد اللي معمول من الأوتر في لير بس طويل الفوبيا. إذا دي إحدى أسباب التشيري ريد سبوت. خدتوا بالكم احنا قلنا كام سبب التشيري سبوت دلوقتي؟ اسباب التشيري سبوت نمبر 1 السنسر ريتم ارتكلوجن جنين بويزنينج لان ده بيعمل سيدير بازو كونستكشن وادي التالت كوموشيو ريتري ونزود عليهم فوق البي عن ماكيولار هول. فجي ماكيولار هول احنا قلنا القطع في الريتم يا اما هول يا اما تير. لو الهول حصل في الماكيولا يعني القطع وبعدين دخل من خلال القطع ده بيترس الفيترس لما هيدخل هيخلي الريترا كلها يحصل اي ديتاكشن الريترا لونها ابيض فالريترا كلها لونها ابيض ما عدا المكان اللي فيه القطع هيفضل موريني الكرايد اللي هو هنا في الحاله دي اللي اسمه ماكيولار هول يبقى فين؟ في السنتر. اذا ممكن نقدر نحط من ضمن الاسباب ماكيولار هول. بصوا اوريكم صوره في سبب كمان ممكن تسوي للتاكس تايساكس اه تايساكس وقت عمال بيتسكاب ولا لا
بص الصوره بتاعت الكوموشن بتاعت الساندوز كونسايت ده كان فين طب عشان احمد الطبيعي ان احنا نقف عشان ده بعد بلان تروما ان العيان نظره يبقى ضعيف جدا بسبب الريتنا القديمه وعلى فكره القديمه دي جايه من الريتنا الفاسيتس واللي هيأبزورب القديمه دي الريتنا الفاسيتس وبتاخد يوم اثنين ثلاثه ويرجع يشوف تاني واحيانا العيان يبقى حظه سيء ويحصل سكارينج بعد القديمه دي طبعا احنا العيان ده كل نروم نقول له ما تقلقش ان شاء الله دي هتبقى ابزورب وساعد بقى ان القديمه دي ما تزيدش عن طريق كورتيزون سيستميك كورتيزون انتي قديمه او انتي اكسيدنت عشان ما يحصلش ايه يعني اكسبريشن اكتر من كده وبياخد وقته وبيروح لوحده لعله ما يسيبش اي سكار ما بعد هذه الاديمه على فكره في اسم تاني عشان الاورك للكوموشن ريتني حاجه بنسميها بارلينز اديمه اذا ثلاث اسامي لنفس الموضوع اول اسم ريتنال اديمه ديو تو بلاند تروما الاسم الثاني كوموشيو ريتني الاسم الثالث بارلينز اديمه طيب خلي بالك الموضوع ده مهم جدا الاوبتيك نيرف اللي يهمني فيه بس في الانر 5 عشان الفيسلز اصلا هي اللي بتصبلي هنا 5 فيز اوت اوف 5 فيز اصلا ما فيهاش فيسلز طيب الفيسلز دي كومبرس عشان ضغط الانسبيس وبعدين مره واحده رجع تاني شكلها الطبيعي حصل فشل ويموف ذا فشل يعني عملت فشل وشبه ده يبقى عامل مره ريتيشن لو يبقى عندك مكتوب ميه وخلاص عليك في الانشيك والله يقول وده هيحصل يلا اخر حاجه بقى خالص اوكي بجد ده مش مهم في الحقيقه يعني انت عايز تعمل له سكيبنج التروما ممكن تعمل تروماتيك اوبتيك اتروفي لو رجعت لشابتر الاوبتيك نيرف اللي خدناه اخر الدرس اللي قبل الاخير كان احد اسباب البرايمري اوبتيك اتروفي التروما اذا التروما ممكن تعمل اوبتيك اتروفي التروما ممكن تعمل هامورج في الاوبتيك نيرف التروما اخيرا ممكن تعمل افالجن يعني خلي الاوبتيك نيرف يتقطع طبعا تفتكر الاوبتيك نيرف هتقطع عشان العين هتروح داخله جوه الاوربت وتطلع تاني انا فاكرين انا بتاع الاوبتيك نيرف بقول لك ليه اس كورس يعني في طول زياده وطبعا طول الزياده بتتحرك ربنا ان هي لما بتصير جوه وتطلع لبره ما يتشدش راجع امال ازاي تقطع ده عيان نحس انا في عمري ما شفتها دي لازم تكون تروما عريقه جدا وعينه تلف سكرو في كده لقيت الكره اللي ها؟ بس كده مش متعود ده كورة كده الخطة بقى تيجي للعين المدورة دي حسب الخطة تيجي كده هيطلع لفة كده والأوبتيك نيرف بيلف العكس مش ازاي دي حاجة يعني ده أفلام كرتون كده يعني العين تلف في اتجاه والأوبتيك نيرف بيلف في اتجاه معاكس فيتنزعوا من بعض اسمه أفالجن الحقيقة عمري ما شفتها طبعا العين بتعمل خطة عنيفة لهذه الدرجة دي غالبا بتكون بقى حصل فيها كل البلاوي السودا دي مع بعضيها كله حاجه تلاقي ايه اتفتحت سكلير ووند مع كورنيال دي مع اللينس كانت ديسلوكيتد العين باظت شنيرت يعني اذا افالجر اوف اوبتيك نيرف ده ريكوردد ان الاوبتيك نيرف اتقطع وهي مثبته الا عن طريق تورشنال موفمنت تورشنال يعني ايه لفه والاوبتيك نيرف موف العكس فاتقطع من الاقل تقدر تقول احنا كده خلاص 80% من شابتر ان شاء الله بس كده ان شاء الله بكره يعني كده نص ساعه